مساء الخير جميعا واهلا بكم في مصر الجديده. النهارده الاربع 6 اغسطس 2014. الحلقه النهارده فيها مجموعه من الشخصيات العالميه والمصريه والمحليه. مثلا هيبقى عندنا كلام عن باراك اوباما رئيس امريكا بعد شويه، واجتماعه وتصويره مع رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب. هنتكلم في الموضوع ده لانه الحقيقه الصوره تتحدث ابراهيم محلب، المهندس ابراهيم محلب، وهو يتوسط اوباما وزوجته ميشيل في واشنطن اثناء حضوره قمه افريقيه امريكيه. طيب عندنا ايضا كلام عن سوفينار الراقصه المعروفه والفنانه الاستعراضيه اللي كانت معانا في برنامج مصر الجديده امس، وقدمت اعتذار للشعب المصري وللحكومة المصرية عن ارتدائها ألوان علم مصر أثناء إحيائها لحفل راقص في أجازة عيد الفطر المبارك. تطور جديد عملته الحكومة النهاردة وبعد ظهور سفينار في البرنامج، يعني اليوم التالي، وهو طلب وزيرة القوى العاملة للسلطات المصرية بترحيل الفنانة إلى خارج مصر. نتكلم في الموضوع ده بعد شوية، ولكن الملف الرئيسي هو شخصية تعود إلى إثارة الجدل من جديد في المجتمع المصري، المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. حكاية الألتراس إيه؟ يا ترى هل في صلح ولا ما فيش صلح؟ إيه حكاية البلاغ اللي قدمه ضد مشجعي نادي الزمالك من الوايت نايتس؟ أخبار تصليحات إيه نادي الزمالك بعد اقتحام النادي ومحاولة تدمير بعض الواجهات؟ يا ترى الأعضاء هيقولوا إيه كمان لمرتضى منصور؟ لميس سلامة موجودة في بث مباشر من نادي الزمالك بميت عقبة، هترصد لينا مسألة الإصلاحات وهتتكلم مع بعض الأعضاء ونحاول إن إحنا ننقل الصورة للمستشار مرتضى منصور اللي هنسأله أيضا النهاردة. والناس بتسأل، مرتضى منصور طول عمره معروف عنه إن هو نائب برلماني، طب يا ترى في موسم الانتخابات البرلمانية اللي جاي اللي على الأبواب، هل ينوي مرتضى منصور ترشيح نفسه في انتخابات البرلمان؟ إيه حكايته مع ميدو وإيه حكايته مع العميد حسام حسن اللي تعاقد معاه لقيادة القلعة البيضاء في خلال الموسم الكروي الجديد؟ حوار خاص مهم جدا مع المستشار مرتضى منصور في برنامج مصر الجديدة. نبدأ بقرار حظر نشر من قبل النائب العام المستشار هشام بركات، وده في حادث استشهاد الضابط طارق مباشر وأربع مجندين رحمة الله عليهم جميعا في هجوم إرهابي بمنطقة مطروح، وده كان امبارح حوالي الساعة 6:30 مساء. مصادر قضائية قالت للبرنامج أنه حفاظا على سرية التحقيقات في القضية وفي قضية مقتل أربعة آخرين بعد الهجوم مباشرة كانوا بيستقلوا سيارة، تقرر حظر النشر وأن النيابة ستصدر لاحقا بيانا تفصيليا عن هذا الحادث. إذن الموضوع اتقفل إعلاميا حتى صدور إشعار آخر أو بالأحرى بيان آخر من قبل مكتب النائب العام المصري. طيب ايه رايكم بقى لو نشوف ايه اللي كان بيحصل النهارده؟ النهارده على فكره كان في حكم من يعني جنايات الجيزه، رئيس محكمه الجنايات استشهد بايه قرانيه في حكمه باعدام 12 في قضيه قتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير امن الجيزه، والايه بتقول وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. رد عليه محكوم عليه من ضمن ال 12 بالقول ونحن لها. تعالوا نتابع في تقرير محمد حكيم. ككل الذين تابعوا مشهد اغتيال اللواء نبيل فراج منذ عام على أبواب كرداسة، كنت أنا أتوق لمعرفة الحكم النهائي على المتهمين بقتله. وهنا في معهد أمناء الشرطة كانت جلسة النطق بالحكم ستنعقد. أنا وكثير من وسائل الإعلام كنا ننتظر هذا الحكم، خصوصا وأن هيئة المحكمة كانت قد أحالت في جلسة سابقة أوراق 12 شخص من أصل 23 متهم إلى فضيلة المفتي لتستطلع رأيه في إعدامهم. لحظات من الانتظار
قطعها دخول المتهمين إلى القاعة، هذا الدخول الذي لم يكن عاديا. المتهمون اشتبكوا مع رجال الشرطة المسؤولين عن تأمين القفص، وطال بينهم الاشتباك حتى وصلت القاعة هيئة المحكمة التي قطعت كل شيء بنطقها للحكم. حكمت المحكمة حضوريا للمتهم السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والخامس عشر، وغيابيا للأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وبإجماع الآراء بالإعدام شرطا حتى الموت عما أسند إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية. 12 إعدام وعشر مؤبدات وبراءة واحدة، هذه هي جملة الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات الجيزة على المتهمين بقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج في سبتمبر الماضي في الأحداث المعروفة إعلاميا بواقعة فتح كرداسة. ففي 19 سبتمبر الماضي عندما كان اللواء فراج على رأس قوة أمنية تحاول دخول مدينة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، بعدما فرضت مجموعة من المؤيدين لتنظيم الإخوان سيطرتها على هذه المدينة بعد احتراق اسمها عقب فض اعتصامي ربعة والنهضة، إلا أن هذه المجموعة واجهت القوى الأمنية وأطلقت عليها النار لتقتل اللواء نبيل فراج، ولتحيل الجهات الأمنية بعد ذلك 23 شخص من بينهم إلى المحاكمة بتهم القتل العمد للواء فراج والشروع في قتل رجال الشرطة وتكوين تنظيم إرهابي وحيازة أسلحة ومتفجرات بدون ترخيص، تهم نظرتها المحكمة وأصدرت فيها حكمها، وذلك في جلسة صارعت قوات الأمن عقب رفعها بإخلاء القاعة من الحضور ورجال الإعلام حتى تتمكن من السيطرة على المتهمين الذين كانوا في حالة من الانفعال الشديد. حكم اليوم حتى وإن لم يكن باتا، حيث يمكن للمتهمين الطعن عليه في مراحل النقض والتقاضي التالية، إلا أن صدوره بهذا الشكل المشدد يحمل بكل تأكيد رسالة ردع ضد أي من الأعمال الإرهابية. محمد حكيم، برنامج مصر الجديدة، مع معتز الدمرداش. طيب، بالنسبة لمطالبة الرئيس السيسي لأبناء الشعب المصري بالاكتتاب في مشروع محور قناة السويس الجديد اللي تم تدشينه مبارح واللي يعني بتعلق عليه مصر آمالا كبيرة، والكلام عن أنه كمان يعني يجب مشاركة أو إشراك الشباب في شراء أسهم حتى لو بقدر ضئيل، ولو السهم يبقى بعشرة جنيه، للشعور ب يعني انهم جزء من بناء هذا المشروع القومي الضخم. النهارده مراسلتنا رضوى روحيم موجوده في وسط البلد، هيبقى في بث مباشر بعد شويه، رضوى بتستعد اهي دلوقتي، والحقيقه يعني هتسال الناس يعني اذا كنت ناوي تشارك في الاكتتاب، يعني الاكتتاب باختصار شراء اسهم في هذا المشروع كجزء من اعطاء دفعه قويه و شعور يعني وطني وقومي بأن المصريين هيبقوا هم اللي ورا بناء هذا المشروع الضخم. هيبقى في كلام مع الشباب، وهل يعني عارفين الإجراءات المطلوبة لمثل هذا الاكتتاب ولا لا؟ هنروح لرضوى في وسط البلد بعد قليل. أيوة كده، رضوى منورة وشايفانة ومستعدة. طيب احنا نجيلك بعد شوية يا رضوى، بس دلوقتي طبعا زي ما انتم عارفين امبارح كان في حوار مع الفنانة الاستعراضية سوفينار اللي برضو يعني كانت بتثير الجدل في الفترة الأخيرة بسبب ارتدائها ألوان علم مصر في أثناء حفلة راقصة في عيد الفطر المبارك اللي فات. النهاردة الحقيقة يعني كان في قرار بمطالبة وزيرة القوى العاملة الجهات الأمنية ترحيل الراقصة سوفينار بأسرع وقت ممكن. يا ترى إيه مبررات هذا القرار؟ هل له علاقة بظهورها الإعلامي؟ معايا دلوقتي مباشرة المتحدث باسم وزارة القوى العاملة الأستاذ ياسر العشري. مساء الخير أستاذ ياسر، شكرا للمداخلة بتاعتك معانا، وربما يعني البرنامج مهتم بهذا لأنها طلعت معانا في حلقة سابقة
فيا ترى كان ايه دوافع هذا القرار او هذه الخطوه؟ تمام، اهلا بيك يا استاذ. هي الفكره بس ان انا عايز اوضحها للساده المشاهدين ان مشكلتنا مع الفنانه سوفيناز المشكله مش يعني مش وريده النهارده او امبارح، احنا من 2013 واحنا تقريبا بنتعامل معاها. هي كانت اول ما جت مصر كانت تعاقدت للعمل في احد الفنادق، وللاسف الشديد طبعا دخلت بغير غرض العمل، فبالتالي ما جاتلناش عشان نديها ترخيص العمل. اثناء التفتيش اللي على كل المنشات قدرنا ان احنا نكتشف ان هي موجوده بغير ترخيص، اتعمل ضدها اجراءات قانونيه اللي هي المحاضر اللي احنا بنعملها ضد الاجانب، وطالبناها بتقليل اوضاعها. فهي جات لنا الوزاره اتعمل لها تصريح بالعمل لمده 6 شهور لحين ورود الموافقات الامنيه. فهذه الاثناء للاسف هي واضح ان هي سابت الفندق اللي هي كانت بتشتغل معاه، كانت متعاقده معاه، وجات لنا في مديريه القوى العامله في الجيزه سلمت الترخيص. ده بالنسبه لنا بيعني ان هي مش هتمارس هذه المهنه تاني في مصر. وان هي هتمشي، وبالتالي مديريه القوى العامله الجيزه ابتدت تخاطب الجهات الامنيه عشان تقول ان الاجنبيه دي ملهاش دلوقتي وجود من اجل العمل في مصر، وان المفترض ان هي ترحل. الكلام ده تقريبا في اوائل 2014. واختفت عن انظارنا الى ان قمنا بالتفتيش وراها مره اخرى، وثبت ان هي برضه ما زالت بتمارس المهنه بدون الترخيص. وبالتالي مع الوزيره طبعا الى جانب طبعا تعدد طبعا الشكاوي في ضوء الموقف الاخير اللي هو ارتداءها لبدله رقص يعني عليها علم مصر، فطبعا تعددت الشكاوى والمطالبات لمعالي الوزيره ان هي يتم ترحيلها، فجددت طلبها تاني للجهات الامنيه برحيلها. طيب عموما كلام حضرتك يعني كلام ما عليهوش اي غبار، ولكن في تساؤل عندي كمواطن مصري قبل ما بقى مقدم لبرنامج توك شو. واضح جدا ان الست دي بتحظى بشعبيه، يعني الناس مقبله عليها في الافراح، مقبله عليها في الحفلات العامه، احياء مثلا حفلات عيد الفطر والمناسبات وما الى ذلك. هي امبارح طلعت وبكل وضوح اعتذرت عن مسألة العلم، قالت العلم ما كانش مقصود، الألوان هي اللي كانت مقصودة من كتر حبي وانتمائي لهذا البلد. يعني نمرة واحد ده معناها ان اعتذارها غير مقبول. نمرة اتنين ممكن استاذ ياسر واحد يتساءل يقول لك يعني وزارة القوى العاملة بجلالة قدرها الحكومة المصرية انتفضت علشان تقف قدام سوفينار الراقصة وسايبة يعني نقول ايه آلاف بل مئات الآلاف من الناس اللي بتشتغل في المجتمع دون تصريح عمل، وانت عارف طبعا كويس قوي ان في ناس كتير بتشتغل. هجاوب حضرتك. احنا الاجراءات اللي احنا بنعملها دي معتاده، يعني احنا عندنا يوميا بصوره يوميه تقريبا بنبلغ جهات امنيه عن اجانب بيتم التفتيش عليهم وبيثبت وجودهم بغير تصريح العمل. فهي الموضوع ده يعني مش هي سوفيناز لوحدها، ولكن هي يمكن عشان ما زي ما حضرتك بتقول كده ان هي يعني طبعا فنانه مشهوره وليها معجبين، موضوع اخذ ابعاد اعلاميه كبيره. ولكن احنا اللي عملناه مع الفنانه سوفيناز اتعمل قبل منها وبيتعمل كل يوم ولسه هيتعمل تاني. دي اجراءات الوزاره واخداها بتراجع كل عقود عمل وكل الاوضاع الاعمال الاجنبيه المتواجده على ارض مصر. طب عشان ما نزحمش العمل المصري. طب هي لو قدمت اي نوع من انواع توفيق الاوضاع زي ما حضرتك قلت من شويه، هل يسمح ليها بمزاوله العمل في مصر ولا برضو لا؟ اذا تقدمت بطلب لتوفيق الاوضاع ما فيش ما يمنع، ولكن المشكله ان هي ما تقدمتش بيه رغم اختارنا ليها. بس طيب خلاص. على كل حال الموضوع اصله خد اهتمام كبير وحتى في الصحافه العالميه، والنهارده لو تتابع انت سي ان ان المواقع كله مهتم بالموضوع ده وبيقول لك وزيره مصريه، يعني هم كمان سياده الوزيره يعني بيعتبروا انها اعتبرتها تحدي شخصي. لا لا خالص، هي مش تحدي يا فندم، انا بحب اوضح هي مش تحدي. الاجراء ده اجراء الوزاره بتعمله من فتره عشان تقنين اوضاع العماله الاجنبيه. انت عارف حضرتك دلوقتي السوق بقى مفتوح، جات لنا عماله من سوريا، جات لنا ناس من دول مختلفه حوالينا نتيجه الاوضاع الامنيه اللي فيها. فاحنا بنقنن اوضاع الاجانب بصفه عامه. فدي كانت ضمن الاجانب، هي اجنبيه في الاول او في الاخر هي اجنبيه ومخالفه لشروط اقامتها في مصر او شروط عملها في مصر. تمام، هكتفي طبعا بهذا القدر وبشكرك جدا على المداخلة. ده كان الأستاذ ياسر العشري المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إلا أوضح إنها زيها زي أي أجنبية تانية سوفينار، مفيش تحدي ولا في يعني تعمد لإزائها، وإن الوزيرة مش حطاها في دماغها، وإنها لو قدمت أوراق تفيد بتوفيق أوضاعها
وانها يعني بتزاول العمل في مصر وفقا للوائح والقوانين، فيبقى اهلا بها. هو احنا الحقيقه امبارح يعني استمتعنا والله بيها، لانها خرجتنا من بره السياسه والمشاكل، يعني عملت لنا كده يعني حتى يعني مود مختلف. على كل حال ربنا معاها. طيب نكمل مصر الجديده، وهنشوف دلوقتي رضوى رحيم مراسلتنا الموجوده في وسط البلد بالقاهره، ورضوى هتسأل مجموعة من الشباب عن مشروع محور قناة السويس الجديد. يا ترى ايه اللي عندك يا رضوى النهاردة؟ مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ معتز. بالتأكيد عدد كبير جدا من المصريين عاشوا ليلة سعيدة بالأمس مع تدشين مشروع محور قناة السويس الجديد. أحلام كبيرة وأمال ارتبطت الآن بأذهان المصريين مع اكتمال المشروع المنتظر إن شاء الله خلال الفترة المقبلة، ويمكن كمان دعوة الرئيس السيسي بالاكتتاب وحشد الأموال لهذا المشروع الضخم. يمكن خلى في تساؤلات في الشارع، هل هنقدر بالجهود الذاتية نحقق هذا الحلم الكبير؟ اسمح لي ان انا استضيف العديد بعض الشباب اللي هم المفروض يعني المشروع ده هيكون فتحة خير على هذا الجيل. اسمح لي ان انا اسألهم عن رأيهم واشوف هم شايفين ايه. مساء الخير. مساء النور. حضرتك تابعت الاحتفال امبارح؟ طبعا اكيد. يمكن كان في دعوة من سيادة الرئيس بالاكتتاب باموال المصريين عشان نكمل هذا المشروع، انت يعني وصلت لك هذه المعلومة ازاي؟ هو اللي انا فهمته من كلام الرئيس ان هو هيبقى بنظام الاسهم، بس كان عندي تخوف من الموضوع ده، لان التخوف ان هو الغني دلوقتي حاليا الغني هيشتري مثلا 1,000,000 سهم، لكن الفقير مثلا هيشتري 10، ففي المستقبل لما السهم يبتدي يجيب ايرادات الغني هيظل غني وغناه هيبقى اكتر، والفقير برضو هيبقى برضو بيكسب قليل، فهيبقى الفقير في المستقبل فقير والغني هيبقى غني اكتر. فكده يعني عايزين بس احنا شويه ضوابط تعمل عداله اجتماعيه في موضوع الاسهم دي، اهم حاجه. لكن انت ممكن تشارك يعني؟ هو أكيد. انت سالت نفسك هل تم فتح باب الاكتتاب؟ هيتم ازاي؟ سالت نفسك لتلت. طبعا طبعا، وانا مستني ان يعني منتظر ان يعلنوا عن اي حاجه زي كده بحيث ان شاء الله ندخل، بس هي الفكره ان انا نفسي يبقى في عداله اجتماعيه في التوزيع نفس الاسهم، ما يبقاش واحد محتكر الاسهم وواحد تاني مش قادر بالكتير يشتري سهم ولا سهمين وواحد يشتري 1,000,000 سهم، فهي لازم يبقى في شويه ضوابط، مثلا ماكسيمم يبقى اسهم معين كده، يعني حاجه زي كده. 8 مليار دولار و208 مليون ده المطلوب عشان تنفيذ هذا المشروع الضخم. انت شفت ازاي ان ممكن، هل المصريين يقدروا بالفعل يحلوا المعادله الصعبه ويجمعوا هذا المبلغ بالاكتتاب؟ هو هيقدروا، بس زي ما بيقول باشمهندس مينا الموضوع هيبقى فيه فروق في الكميات يعني والقدرات الشرائيه بقى لكل واحد، لكن القدره هتبقى موجوده وهيقدروا يحققوا. اما العداله دي بقى حاجه تانية، الضوابط هي المطلوبه، وان اللي انا برجوه برضو كحل ان يبقى في ليميت لكل فرد او لكل اسره بعدد معين من الاسهم علشان يبقى الموضوع فيه عداله. طيب انت كنت بتقول لي ان انت عندك بعض المخاوف، يعني انت سعيد بالمشروع بس انت عندك المخاوف ايه؟ انا سعيد جدا بالمشروع ومتاكد ان المستقبل بتاعه هيبقى رائع، لكن تخوفي من قدره احتمال المواطن، ان دلوقتي مشروع زي ده هيفضل يتصرف عليه 3 سنين ومن المواطن نفسه وبالاضافه للدوله، وعلشان ابتدي ارجع كل اللي اتصرف الكلام ده هيبقى بعد على الاقل 4 سنين، او يعني ال3 سنين بتوع انتهاء المشروع وسنه كمان تشغيل علشان ابتدي ارجع لنقطه الزيرو اللي هبتديها النهارده. فهو ده تخوفي من احتمال المواطن، ان هو اكيد في ناس كتير شايفه ان في اولويات لمشاريع اهم زي الكهرباء طبعا، لان المواطن اللي بيقطع عليه النور في الحر مش هيستنى 3 سنين او 4 سنين علشان يقول للمستقبل. يعني في ناس سعيدة جدا بالمشروع، بس في ناس برضو متخوفة ان يحصل له بعض العرقلة زي ما حصل لتوشكا، انت شايف ايه؟
والله انا شايف حضرتك اللي يخاف ده ما يطلعش من بيتهم. لو قعدنا نخاف ومش هنعمل حاجه ومش هنشتغل. خلينا يعني نشتغل ونبدا وبكل قوه. المشروع يعني زي ما بيقول الخبراء الاقتصاديين دوت ليه فتحه خير كبيره قوي على مصر. المشروع ده يعني يمكن انتظرناه كتير جدا. الناس كانت بتتكلم عليه منذ زمن كبير، عم نتكلم في 10 12 سنه كان في ناس بتخطط لده. المستقبل كله في قناه السويس. انا شايف ان دوت ممكن يكون الدخل الاول لمصر، يمكن بعد كده يجي بعديها السياحه. شايف بس عايزين نعمل زي قانون تسن الاولويه للعماله او للشباب المصريين داخل المشروع دوت. مش عايزين يجي اجانب وتيجي تشتغل في المكان ده ونلاقي بعد كده المصريين هم بيشتغلوا يعني يبقى ليهم الاولويه الثانيه او الثالثه. لا، نعمل قانون ان المشروع ده الاولويه ليه للشباب المصري، ان احنا عندنا طاقه كبيره قوي من الشباب. بشكرك. عفوا. كما سمعت معي استاذ معتز الى اراء الشباب، يمكن كلهم حماس وطموح وامل ان المشروع ده ان شاء الله هيدر على مصر مستقبل افضل وايرادات والتقدم في العديد من المجالات. لكن كان هناك بعض التخوفات زي ما انا ذكرت، 8 مليار دولار و208 مليون، مبلغ كبير بس مش كبير على المصريين. اعتقد ان باب الاكتتاب سوف يتم فتحه بعد موافقه سوق المال على وضع الحصة التي سيتم تحديدها للأسهم والتي سيتم الموافقة عليها من البنوك الاستثمار هنا في مصر. ننتظر هذا المشروع وننتظر اكتتاب المصريين على هذا الحلم لتحقيقه إن شاء الله. وإليك أستاذ معتز. على كل حال يا رضوى أنا بشكرك جدا، واضح أن في يعني روح بناءة، روح إيجابية من الشباب اللي انت قابلتيهم النهاردة في وسط البلد في القاهرة. ويعني لو الحكومة عايزة تسمع الشباب بيقول ايه، على اعتبار ان احنا بنعمل المشاريع دي لإيجاد فرص عمل للشباب لبناء مستقبل مصر الجديدة، اهم بيقولوا لكم يا جماعة احنا محتاجين ضوابط لضمان عدم احتكار بيع الأسهم لطبقات دون الطبقات الأخرى، ضوابط لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لهذه الأسهم علشان ما يحصلش نوع من أنواع الاحتكار. شباب متنور، شباب فاهم كويس قوي، وعجبني قوي اللي قال اللي يخاف يقعد في بيته، راجل إيجابي وبيبص لبناء المستقبل. طيب على كل حال النهاردة هنروح أمريكا بعد شوية، لأنه في صورة لفتت نظري الحقيقة واستوقفتني النهاردة. المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري وهو بيتوسط الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزوجته ميشيل في أثناء حضور محلب ممثلا لوفد مصر في القمة الإفريقية الأمريكية في واشنطن. بعد شوية هنتكلم عن ما دار في هذا الاجتماع، قال له إيه وأوباما رد عليه قال له إيه. الحاجة التانية ما تنسوش أن النهاردة في حوار هام جدا مع رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، الملفات المفتوحة، أزمته مع الوايت نايتس، تعاقده مع العميد حسام حسن واستبعاده لميدو أحمد حسام بعد إحرازه لقب كاس مصر. مفاجآت هيفجرها أكيد مرتضى منصور كعادته على الهواء مباشرة، في فيديوهات وفي صور وفي حقائق كتير، سيديهات الله أعلم. على كل حال كل ده النهاردة في مصر الجديدة، خليكم معانا اوعوا تروحوا في أي حتة. ربنا رحمنا هو بس العبد مش رحمنا. أنا عايزة بس حد مسؤول ينزل يبص. الراجل مننا إيه؟ ما آخر ما ييأس خلاص بقى، زي اللي موت ولاده قبل كده، مش من اليأس. ما ممكن أروح حاططهم وأروح ذابحهم. أنا كل اللي بطلبه بس مكان، بعد كده اللي أنا عملته في شغلي هو اللي هيسندني. طيب بعد شوية هيبقى معنا المستشار مرتضى منصور. دلوقتي نروح أمريكا كده علشان نحاول نعرف إيه اللي دار في كواليس الصورة اللي نشرت النهاردة على المواقع المختلفة للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما وميشيل زوجته. وده كان على هامش حضور إبراهيم محلب المؤتمر القمة الأمريكي الإفريقي اللي بيعقد في هذه الأيام في واشنطن. معايا دلوقتي على الهاتف مباشرة
من العاصمة الأمريكية حنان البدري مديرة مكتب روز اليوسف في واشنطن. وبعدين أقول لك إيه، والله زمان يا حنان، مساء الخير. مساء الخير. نعرف بعض من زمان قوي، مش هقول من كام سنة. يلا ندخل على طول في الموضوع. إحنا لفت نظرنا يعني أوباما على اليمين وميشيل أوباما على الشمال، ومهندس إبراهيم محلب واقف كده في النص، وهم يعني سعداء كده والابتسامة تعلو الوجوه. يا ترى ايه اللي دار؟ انا عايزه بس اشرح حاجه. امبارح كان العشاء الرسمي لرؤساء الوفود، يعني رؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزراء ورؤساء الوفود وزراء اللي هم بيمثلوا دولهم الى مؤتمر او قمه الافريقي، اللي هو حاجه هامه جدا بالنسبه للولايات المتحده، ممكن نشرح بعدين ليه. فامبارح مع المهندس محلب حضر، سافرنا السفير محمد توفيق كان حاضر، اثنين بس من الوفد المصري. فلدى وصوله هتلاقي فيه قبلها صور تانية رئيس البروتوكول بيستقبله في مدخل القاعة الشرقية لو فاكرها، الكبير اللي بيتعمل فيها مؤتمرات الصحفية. مزبوط. وبعد كده بيروح يقابل الرئيس الأمريكي قبل ما يدخل قاعة الطعام. فكل رئيس وفد بيقف ياخد صورة تذكارية مع الرئيس وزوجته اللي هم داعيين إلى هذه لحفل العشاء، وبعدين بيوصلوه يتوجه إلى الدخول إلى قاعة الطعام. تمام. دي قصة الصورة. كويس. لكن المؤتمر بوجه عموم الرئيس الأمريكي ما كانش يعني الاجتماعات اللي هي بيعتبروها أهم هي اجتماعات المختصين، يعني اجتماعات كيري سواء على مستوى السياسي أو الاقتصادي. الملاحظ ان اجتماع كيري هو جاء إلى الفندق من حيث أحدثكم مقر إقامة الوفد المصري، وجاله بدري ربع ساعة على فكرة، وكانت حاضرة معاه شخصية مهمة جدا هي سامانتا تاور المندوبة الأمريكية في اليو إن. بس عايز أقول لك هي كانت مع أوباما من حملته الانتخابية، وكانت كبيرة المستشارين في البيت الأبيض قبل ترشيحها إلى هذه المهمة في الأمم المتحدة. طيب. جات من نيويورك وحضرت هذا الاجتماع اللي استمر في مقر إقامة رئيس الوفد المصري المهندس محلب. طيب سؤال مباشر، ماذا تستفيد مصر من حضور هذه القمة في واشنطن؟ تستفيد كبير حاجات كتيرة جدا، وأنا بعتبرها دي الفرصة الذهبية لمصر كي تقود. هقول لك معلومة وليس تحليلا. فضل. معلومة إن وصلتني من مسؤول أمريكي، وأنا أعتقد إن أنا كنت كلام وصلتها يعني أثناء نقاش عن مسؤولين مصريين، إن الولايات المتحدة ما تزال تعتقد إن مصر هي الدولة المؤهلة من الناحية الأمنية أو العسكرية أو الاقتصادية، لأن دول الثلاث ملفات اللي ركزت عليهم هذه القمة المهمة أكثر من دول المنافسة. مين الدول المنافسة؟ أنت عندك رئيس، عندك جنوب أفريقيا. أنا قابلت رئيس جنوب أفريقيا وكلمت معاه في مواضيع، هو بيقدم نفسه كقيادة لأفريقيا الجديدة مستفيدا من الإرث أو التراثي اللي بيربط مثلا أوباما ونيلسون مانديلا، وبدأ في كل الغداء اللي حضرته معاه أو حتى المندرين هوتيل في الفورم اللي دعا عليه بلومبرج أول امبارح، كل كلامه كان بيستخدم هذه الجملة، وإن إحنا دولة ديمقراطية وإحنا الأكفأ وإحنا الأقدر على قيادة أفريقيا. لذا أرى أن لمصر فرصة كبيرة في استعادة النفوذ عن طريق ما يطلق عليه أو ما كنت نشرت قبل ثلاث شهور في روزة ربما التفت إليه البعض، مشروع مارشال مصري في أفريقيا تقوده مصر. طيب. اللي تأكد لي من خلال هذه الزيارة أن هناك ترحيب مصري، أن الولايات المتحدة ما زالت تثق في مصر من ناحية الكفاءة والمهنية لقيادة مثل هذه المشروعات التي ستركز عليها الولايات المتحدة في القارة الأفريقية، وربما أكثر من أثيوبيا، لأن أثيوبيا طرح نفسها. يعني رئيس الوزراء الأثيوبي لم يترك مسؤولا أمريكيا أو البنك الدولي أو وزير في القطاعات المختصة أو كيري دون أن يقابلهم، وفي المقابل الوفد المصري بيقوم بدوره. عندنا المهندس محلب بيقابل كل الناس المختصين، حتى الوفد المرافق وزير الصناعة مدير فخري عبد النور برضو بيبذل مجهود، وزير المالية موجود، وزير الاستثمار موجود، كلها كفاءات ووجوه معروفة في واشنطن. لكن أرجو أن يتم الاهتمام. بس أكمل جملة. تفضل. أنا عايز أقول أن هذه القمة هي قمة القرن. ليه؟ قمة القرن. الولايات المتحدة الولايات، لان افريقيا بالنسبه للولايات المتحده وربما لدول اخرى صاعده بتحاول ان هي تحت
تتحصل على الموارد مبكرا منها الصين مثلا. الولايات المتحدة بتعتبر القارة الأفريقية بثرواتها هي الاحتياطي الثرواتي من المعادن والطاقة والبترول ويونيمت للولايات المتحدة. تمام. فهي نجحت ليه دلوقتي هذه القمة؟ لأنها نجحت في تحييد الجانب البريطاني على مدى السنوات في إطار شراكة، وأمريكا بتفرض رأيها على مدى 20 سنة اللي فاتوا. تمام. كان عندها مشكلة فرنسا التي رفضت أن تتخلى عن علاقتها المتميزة من عهد الاستعمار إلى أن حدثت مشكلة مالي. تمام. أعتقد مع وصول الحكومة الفرنسية الحالية وصلت أمريكا إلى توافقات، وبالتالي أمريكا لم يصبح لها أي منافس في القارة الآن إلا الصين. هذا المؤتمر المهم هو بمثابة في رأيي تتويج لسيادة الولايات المتحدة بمعاونة الشركاء على القارة الأفريقية. تمام. تلاقيهم دخلين كل الشركات الأمريكية وكل الشركات اللي في الدول الحليفة اللي ممكن تساعدهم للاستفادة وتنمية القارة في هذا كلام مهم جدا. بشكرك قوي يا حنان البدري، الأستاذة حنان البدري، كانت بتشتغل زمان مراسلة في واشنطن في عدة وسائل إعلام، وكنت يعني ليا شرف الزمالة معاها في يعني وسائل إعلامية متعددة. حنان دلوقتي هي مديرة مكتب روزا اليوسف في العاصمة الأمريكية واشنطن، وكانت بتكلمنا على الهواء مباشرة. ألف شكر على هذه المعلومات. على فكرة عندي معلومة أن باراك أوباما الرئيس الأمريكي قال أنه بيعتز بأصوله الأفريقية، وبيشير إلى أن الدماء الأفريقية بتسري في عروق عائلته، وهو ما جعل الروابط ما بين أمريكا وأفريقيا روابط شخصية بالنسبة له. ده الكلام على لسان باراك أوباما. قال ان الشخص اللي واقف امامكم مشيرا الى نفسه هو ابن لرجل افريقي. طبعا ده القمه دي اعاده تاكيد لسيطره وتعاون وشراكه الولايات المتحده الامريكيه لقاره افريقيا على المستوى الاستراتيجي والاقتصادي، وده شيء يهمنا جدا، مشاريع استثمارات وما الى ذلك. وسمتها حنان البدري الصحفية المصرية بواشنطن منذ قليل بأنها قمة القرن والعهد عراوي. على فكرة بعد الفاصل حوار مصر الجديدة، حواراتنا مستمرة النهاردة. اوعوا بقى تروحوا في أي حتة بجد. ليه؟ علشان هيبقى معانا المستشار مرتضى منصور وحكاياته التي لا تنتهي. يا ترى عمل ايه وجايب لنا ايه في السي دي اللي معاه، وعنده مفاجآت ايه بالنسبة للعلاقة مع الوايت نايتس ومع ميدو ومع حسام حسن ومع البرلمان؟ هينزل هيترشح ولا ايه الحكاية؟ هنعرف من الأستاذ مرتضى منصور ضيف مصر الجديدة. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في أي حد. ربنا رحمنا، هو بس العبد مش رحمنا. انا عايزه بس حد مسؤول ينزل يبص. الراجل مننا ايه ما اخر ما يأس خلاص بقى، زي اللي موت ولاده قبل كده. مش من اليأس، ما ممكن اروح حاطتهم واروح ذبحهم. انا كل اللي بطلبه بس مكان، بعد كده اللي انا عملته في شغلي هو اللي هيسندني. جزء كبير منهم حاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، هم الباعة الجائلين اللي انتشروا بشكل كبير في الفترة الأخيرة في أي مكان بنروحه في الشارع أو حتى في وسائل المواصلات، وده اللي خلى الحكومة تلجأ إنها تخصص لهم مكان يجمعهم كلهم. فكان ميناء القاهرة البري هو المكان اللي بدأوا في تجهيزه لاستيعاب 4000 بائع جائل اللي تم حصرهم. حوالي 3 ساحات كبيرة متقسمين،
وباكيات كتير مترقمين، وبدأوا في تركيب تندات فوقهم لحماية الباعة والزباين من حرارة الشمس. أكتر حاجة لفتت نظري وأنا موجودة في الساحات دي، ضيق كل باكية والممر اللي هيعدي منه الزباين، لدرجة استحالة وجود 3 زباين قدام بائع واحد في نفس الوقت، وده اللي جربته بنفسي على أرض الواقع، وهو نفسه واحد من ضمن أسباب اعتراض الباعة الجائلين. معلمينها على الأرض ببوية و 80 سنتي في 80 سنتي، أقف وضهري في زميلي وقدام مني شارع 50 سنتي، الزبون هيعدي بجنبه مش هيعرف يقف معايا، وصحرة منفية هناك، وده مش وعد الحكومة لينا. اعتراض عم همام على المساحة رد عليه اللواء أشرف عز الدين رئيس ميناء القاهرة البري، واللي قابلته هناك في المكان اللي بيتم تجهيزه. التخطيط اللي في الأرض ده لا يعني ان ده هيبقى شارع مخطط الناس تمشي فيه. المربعات اللي موجودة دي زي ما سيادة المحافظ قال ان هتبقى مخصصة للباعة الجائلين، هيحط حاجته في مربع في مربعين حسب التخصيص ما بين محافظة القاهرة وما بين نقابة الباعة الجائلين، وهيبقى فيه اماكن متسعة لان الجمهور يمشي فيها. فكرة تخصيص مكان ليهم شيء مرحب بالنسبة لهم، لكن كل مشكلتهم في المكان وموقعه، وده سبب اعتراضهم. الزبون عاوز اللي قريب ليه، وعاوز يعني عاوز حاجه ظاهره ليه، لكن هنا البياع هيروح يقول لك انا هروح هناك، انا هدفن في المكان دوت، فصعب ليه ان هو يروح المكان ده. الحكومه خلفت وعدها معانا، الحكومه اول ما وعدتنا بوعدتنا بارض بابور التلج. ارض بابور التلج ده بتاعت مستثمر مش عارفين يخلصوه منه، وابراهيم محلب قال راح محمد ابراهيم وزير الداخليه ونزلوا هنا بالعبرات، ورحنا معاهم لحد ارض بابور التلج، وقال انا هعمل لكم سوق حضاري وهاجي انا بفتح بنفسي، وخلفوا عهدهم معانا، عاوزين يودونا الترجمان. ناس عمالقه كانت فرشه جوه وفاتحه جوه محلات، ثبت المحلات ومشي، ما حدش اشتغل، كله طفش هرب منه. احنا رحنا احنا بقى شوط الغلابه دول هنخش نشتغل جوه. وكان رد اللواء أشرف هو إن ده مكان قانوني ومؤقت ليهم. السيد رئيس مجلس الوزراء صرح في العديد من اللقاءات إنها هتبقى فترة لن تزيد عن 4 شهور لحين الانتهاء من بناء المول الخاص بالباعة الجائلين اللي هو في أرض التلج وبور التلج. وأرض وبور التلج ده للي ما يعرفش مكانه، هو طبعا في موقع متميز جدا في وسط العاصمة قبل ميدان عبد المنعم رياض بحوالي 200 متر. مشكلة تانية بتواجه البياعين، وهي انه مكان مفتوح وغير آمن على بضاعتهم، وده برضو من ضمن أسباب اعتراضهم. نمر عشوائية يا أستاذة، ده وقف هنا النهاردة بكرة يوقف الهدى، وكله هيطلق يتخانق مع بعضه، مش هينفع، مش منظم. إنما لما يكون ليا مكان مقفول هقفله واخد مفتاح في جيبه وبضاعتي في الامان، انما دي صحرا هيحصل خناقات بيننا ما بين بعضينا، ده خدش شويه ده مش عارف ايه، ويقولوا ده بلطجيه مش بياعين، ادي اللي الدوله ساعدته. لكن اللواء اشرف اكد لهم ان الحكومه حاطه في اعتبارها النقطه دي حفاظا عليهم وعلى بضاعتهم. هيتم زياده وتكثيف الخدمات من وزاره الداخليه، زائد ان هنا في شركه امن متخصصه هتبقى مسؤوله عن تامين البضاعه. دي حلول الحكومه الشرعيه والقانونيه لحل مشكلتهم، فهل هي مرضيه للبياعين؟ ووقت النقل هينفذوا؟ انا عن نفسي هنفذ، بس ان هم يعملوا دعايه، يعملوا مكان مخصص للناس دي يناسب جميع الاطراف. انا مش عايز اروح، بس في غير ممكن هيروح، فلو كله راح فانا مش هقدر اقول لا لوحدي. لو جم واجبرونا ان احنا نروح طبعا مش هنروح. ارض ترجمان استحاله على جثثنا بمعنى الاخر، بس دي الخلاصه. كون ان هو رفضوا احنا في النهايه لا يصح الا الصحيح. عقب صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء قدمنا كل الدعم لتوفير مكان امن وحضاري لتواجد الباعة الجائلين، للمحافظة على هيبة الدولة، واستعادة وجه القاهرة الحضاري، وتحقيق السيولة المرورية والأمان للمشاة أثناء ترجلهم في شوارع وسط العاصمة. الحكومة قدمت حلولها اللي بيقابلها جزء كبير من الباعة الجائلين بالرفض، فإيه هتكون النتائج أو البدائل أو حتى الحلول الجديدة؟ ده اللي هيبان في الأيام الجاية. لمي السلامة، برنامج مصر الجديدة مع معتز الدمرداش. يفدون الوطن بأرواحهم؟ نعم، لكن بعضهم
يخونه أيضا. تناقض ربما واضح وتحول أصبح موجود في دور بعض رجال الأمن. حوادث متكررة أخيرا كان الطرف الفاعل فيها رجل شرطة أو جيش، ربما آخرها حادث الفرافرة الذي راح ضحيته 22 مجند وضابط من قوات حرس الحدود، والذي أثبتت التحريات الأمنية ضلوع أحد ضباط الصاعقة المصرية في تنفيذه. واقع ربما يدعو للتساؤل، لماذا يتورط بعض الضباط في الانتماء أو التعاطف مع جماعات إرهابية مسلحة؟ ربما لو رجعنا بالتاريخ خطوات للوراء وجدنا مثال صارخ على هذا، وهو اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات الذي كان المخطط والمنفذ له ضباط في الجيش المصري، خالد الإسلامبولي وعبود الزهور، وذلك في حادث المنصة الشهير. القصة قديمة إذن، لكن تأتي محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم لترجعها للأذهان، ولنكتشف أن من قام بالعمل الانتحاري ضابط سابق بالجيش المصري. لابد أن أقتل كما يقتلون وننتقم منهم، والله مولانا ولا مولى له. أيضا المقدم محمد مبروك، والذي راح ضحية لأحد زملائه بل أحد أبناء دفعته. المقدم محمد عويس ضابط المرور الذي أعطى الإرهابيين بيانات صديقه وخط سيره. بالطبع هناك تفسيرات لتورط رجال الأمن في العمليات الإرهابية، البعض يرجعها للعام الذي قضاه مرسي في الحكم، ويؤكد البعض أنه تم فيه اختراق وزارة الداخلية، والبعض الآخر يؤكد أن المؤسسات الأمنية كأي جهاز، فيه المخلص وفيه الخائن، وبالطبع فيه من يخضع للإغراءات المادية. بالطبع هي حالات فردية وليس هذا الشائع، لكن هذا لا يمنع بعض الحذر والرقابة على أهم مؤسستين أمنيتين في مصر. داليا أبو عميرة، برنامج مصر الجديدة مع معتز دمرداش. طبول المعركة الانتخابية بدأت تدق، فالتحالفات بين الأحزاب والقوى السياسية تجري الآن على أشدها استعداداً لانتخابات مجلس النواب القادم. خريطة اتضحت بعض ملامحها توضح كيف ستسير الأمور. حزب الوفد، الحزب الأعرق في مصر، استقر على تحالفاته، فانضم إليه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة الدكتور محمد أبو الغار، وحزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، وحزب المحافظين برئاسة أكمل قرطام، وأيضا شركاء آخرين منهم الكتلة المدنية التي يتزعمها الدكتور عمرو الشبكي، وحزب الوعي الذي يقوده محمود طاهر رئيس النادي الأهلي. وربما يكون هذا هو التحالف الأكبر من حيث عدد الأحزاب. أما حزب الحركة الوطنية الذي يرأسه أحمد شفيق، فانضم إليه حزب مصر بلدي بقيادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق. هناك أيضا كتلة أخرى ربما تصنف كمعارضة، واختارت مسمى تحالف التيار المدني الديمقراطي، وتضم أحزاب الدستور والكرامة والتيار الشعبي، وحزب مصر الحرية برئاسة الدكتور عمرو حمزاوي، وأحزاب اشتراكية أخرى يرأسها عبد الغفار شكر وأحمد بهاء شعبان. ربما يكون النظام الانتخابي الجديد هو ما دفع الأحزاب للتحالف أملا في الحصول على نسبة أعلى من المقاعد، خاصة في ظل أحزاب يعاني معظمها من الارتباك وعدم التواجد في الشارع بحسب المراقبين. وربما تكون الانتخابات القادمة هي المحك الأقوى لمعظم الأحزاب السياسية في مصر، فربما يتقرر مصيرها، هل ستبقى على الساحة السياسية أم لا؟ دالي أبو عميرة، برنامج مصر الجديدة مع معتز دمرداش.
ربنا رحمنا هو بس العبد مش رحمنا. انا عايزه بس حد مسؤول ينزل يبص. الراجل مننا ايه ما اخر ما يقص خلاص بقى، زي اللي بوت ولاده قبل كده، مش من الياس. ما ممكن اروح حاطتهم واروح ذبحهم. انا كل اللي بطلبه بس مكان، بعد كده اللي انا عملته في شغلي هو اللي هيسندني. بحب ارحب بضيفي النهارده في مصر الجديده، رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور. اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب. ازيك يا استاذ معتز؟ مبروك لله. مبروك انك خسيت بتهيألي 25 كيلو. يعني بحاول احافظ. مفيش تشخير بالليل خلاص. لا لا، وانت خسيت كام كيلو؟ انا اكتشفت انه الواحد بجد والله الدكتور قال لك التشخير بالليل ده سبب اساسي لي السمنه، وخاصه في منطقه البطن. فاعتقد ما عادش في تشخير. لا لا، الحمد لله. الحمد لله. المدام بتسجل لك وانت بتشخر؟ لا كنت بنكر الاول. فلما انكرت فقالت لك طب نسجل له بقى. فلقيت واحد عمل له مع ان السيديهات دي لعبتك انت. تمام طبعا دي لعبتك. فقلت لها انا ده؟ قالت لي انت ده. تمام. وبعمل كده بالليل؟ قالت لي فطبعا فانا برضو نزلت حوالي 10 12 كيلو. والله مبروك. وكل اللي عملته ان انا ما بتعشاش بالليل. بالظبط كده، تنظيم في الاكل. ما بشربش حاجه ساعه. حاجات الساعه دي برضو بتتخن. واسوأ شيء البطاطس والمكرونه والرز. لا انا النشويات مكرونه طبعا. تمام. والزيتون الاسود. تمام. ودلوقتي حاسس انك انت خرفت. لا ما بقتش بتشخ. الف مبروك استاذ مرتضى منصور، منورنا. وهبدا معاك كعادتي معاك دايما في الحوار بصراحه شديده. الالتراس وازمتهم مع رئيس نادي الزمالك. ناس بتسال هل يعقل ان رئيس النادي يبقى على عداوه مع جماهير الزمالك؟ عايز رد حضرتك. ده لما يكون جماهير الزمالك. عايز افرق بين الالتراس جماهير والالتراس بلطجيه. الالتراس جماهير دول لما كان حد فيهم بيحصل له مشكله انا اللي كنت بروح انا ومكتبي ندافع عنه. كلامي واضح، هم عارفين. حتى اسكندريه يعني انا كلمني السيد عفت رئيس نادي الاسكندري في وقت من الاوقات، الالتراس اسكندريه كان عندهم مشكله، انا رحت اترافعت عنه في المحكمه وطلعته. انا ما عنديش مشكله مع الالتراس الجماهير. مشكلتي مع البلطجيه. وما سموهمش التراس لانه البلطجي بلطجي. انا راجل جيت نادي الزمالك لقيت فيه شاب اسمه عمرو حسين من الالتراس مقتول. يا ريت تجيبوا لنا والده. وقعه شهيره دي. ومتهم هو الاخ ممدوح عباس بقتله. في نفق بيمر بين نادي الزمالك ووزاره الشباب. بعت للسيد محافظ الجيزه اسالوه انه يسمى باسم شهيد الالتراس عمرو حسين. دعم مادي ومعنوي لا حدود له. والده موجود سالوه. فانا ما عنديش مشكله مع الالتراس. انا عندي مشكله مع البلطجيه. والبلطجيه دول عندهم مشكله مع الالتراس. اديك بس امثله. لما جينا قلنا نعمل بصفه رئيس لجنه الانديه انا عايز الجماهير ترجع، وزير الداخليه يشهد، رئيس الوزراء يشهد المجهود اللي انا بذلته عشان ارجع الجماهير. لدرجه بتوصل لخناق مع وزير الداخليه. بتوصل لخناق مع وزير الداخليه. هو عنده وجهه نظر، قال لك دول بيدخلوا يعني في جماهير تبولت على عساكر غلابه، بيحرقوا المدرجات، بيكسروا المدرجات. وهديك امثله وهنشوف امثله. وانا ليه وجهه نظر؟ مش عشان 100 بلطجي هحرم الجماهير المحترمه انها تخش المباريات. جماهير بقى اهلي وزمالك واسكندريه واسماعيلي، جماهير بقى مصر كلها، جماهير الكوره بتاعتنا الكوره كلها. تمام. الولاد اللي هم كان اقتراحي ان احنا زي ما عندي عضو عامل ببطاقه استماره يملى استماره، عندي جمهور بالاستماره، قلنا نعمل لجنه اسمها لجنه شؤون الجماهير جوه كل الانديه. ده على فكره ده اقتراح لكل انديه مصر. حضرتك جمهور بتخش بتملى الاستماره، اسمك بياناتك عنوانك واخد بالك، وفي النهايه بتتعهد بحاجتين. انك انت يسمح انك تتفتش ذاتي زي المطار. خوفا عليك مش خوفا منك، عشان ولد ممكن يخش معاكم بلا حطها تحت مدرج تحت كرسي تنفجر يموت لي 1000 واحد. ده غير اللي هتدافعه ممكن يبقى الاف. تمام. طبعا. اتنين، انك موافق طبع عليك قانون العقوبات وقانون شغب الملاعب وقانون الرياضه، ما هو انت دي دوله فيها قانون. فراح مطلعين بيان هوريه لك دلوقتي، قال لك السفاله يعني السفاله والشتيمه ده عايز يسلمكم امن الدوله. امن دوله ايه؟ انا فاضي. ده انت لما كنت بتتمسك انا كنت اروح اطلعك. المهم الولاد اللي قالوا فعلا فكره بطاقه دي بتطلع بقى بطاقه بصورتك برقم كرسي اللي انت هتاخده. بالبطاقه دي تشتري التذكره مني عندي جوه النادي. انا بحميك طول ما انت محترم في المدرج، بتشجع بتفرح بترقص بتغني فوق دماغي.
اول ما تيجي تشتم عسكري تشتم ضابط تشتم حكم تشتم غير منافس تولع في كرسي ده مش بقى يبقى مش جمهور بقى دخلنا في البلطجه. لا انا اولا انا ك ك ك كرئيس نادي البطاقه دي هتسحب منك مش هتخش تاني المدرج ده زي ما كل دول اوروبا بتعمل كده. تمام. اتنين النادي اللي جمهوره يعمل دون هو اللي يحرم من هو اللي يحرم بعد كده. افرض ده بقى عمل جماعي تمام. افرض نادي الزمالك هو اللي جمهوره عمل كده طب جمهور الاهلي ماله جمهور الاتحاد السكندري الاسماعيلي ماله ده اللي اتفقنا عليه وده فراحوا عاملين بيان اللي هيعمل كده هنولع فيه. وهم نفسهم ولعوا في ولد قبل كده في نادي الزمالك من الالترس وهم نفسهم راحوا حرقوا نادي الاهلي جوه جزيره انا ما كنتش معاهم ما كنتش رئيس نادي وحرقوا نادي الشرطه وحرقوا اتحاد الكوره. لا ده مش جمهور دول بلطجيه. الجمهور هو اللي بيروح يشجع وفوق دماغه. قلت في نفس الوقت اي ضابط مهما كانت رتبته هيعتدي على كرامة واحد من الجمهور من غير ما الفرد ده يكون ارتكب اي جريمة حضرتك ارتكب جريمة خده حضرتك سلمه النيابة لكن حافظ على كرامته كمواطن مصري. شوف انا عامل بقى توازن تمام شتيمة وقلة ادب وبتاع امن الدولة امن الدولة امن زيان امن الدولة اكلين امي انت عارف قصتها في لما ضرب امي بالنار ايام انتخابات مجلس الشعب. المهم لما جينا في ماتش مازيمبي الاخير ده اتحاد اسكندري انا قلت عايز ادخل جماهير وقبلت قلت له ادخل جماهير كويس. فقال طب اتفقنا ان احنا نعمل دعاوي بحيث ان احنا نعرف مين اللي داخل لان دي تجربه مين اللي داخل. بصراحه الامن سمح لنا ب 4000 واحد تمام وكانوا مثال نموذج محترم زي ما حصل مع اتحاد اسكندري اول امبارح في المويه شيء راقي ومحترم. على المواقع بتاعتهم الولاد اللي هم بتوع الارتس المؤدبين المحترمين الولاد الناس رايحين يشجعوا اللي حضروا ادتهم دعاوي هنقتلكم هشوفكم نار. لا يبقى مش قصتي معركه مع الالترس انا معركتي مع البلطجيه مع الواد ده المتنكر اسمه احمد شبرا ده ده اللي اقتحم النادي ومعاه الاسماء اهي انا جايبها لك وهوريهم لك دلوقتي. يا ريت عندك يكون في ماتش الزمالك والافريق التونسي فاكر مواقع الجلابيه شوف لما نزلوا قلعوا الولاد بتوع الفريق التونسي الهدوم وضربوهم مع غير وضيعوا منك البطوله الافريقيه في كنا بنلعب فريق كونغولي برضو واخد بالك وقال لك هنخش وهنقتحم وهنموت التخين جريوا زي الفيران دول ميت عيل في وسط آلاف مؤلفة من المحترمين. ما تكلمني عن الواقعة الأخيرة بتاعت اقتحام الواقعة الأخيرة الواقعة الأخيرة أنا جبت أنا طبعا فسخنا التعاقد مع كابتن حسام ميدو ولي مكان دلوقتي في قطاع الناشئين رئيس قطاع الناشئين هو محمد صلاح شيء راقي ومحترم وجبنا فسخت التعاقد بشكل محترم ودي وبرضا طبعا يا ريت تطلبه طبعا واخد بالك وأسندنا ليه قطاع الناشئين تمام احنا ما بنرمي يعني مش زي ما تقال ست المستشار انه انت كنت بتستبعده لسبب اخفاقه في تحقيق نتائج على المستوى الافريقي. لا شوف ميدو لما اخفق في ماتش الاهلي الاولاني في الدوره الرباعيه جه قال عايز امشي لانه عنده احساس قلت له لا جه بعد ماتش سموحه خسر ماتش سموحه في الدوره قلت له لازم ما تمشيش من لو تاخد بطوله دي تجربه شاب زي احمد وامير ولادي عايزه تنجح لازم تجربه تاخد ثقه في نفسه لا تنجح انت لو مشيت دلوقتي الناس هتقول لك ده راجل فشل انما لما تمشي واخد بطوله بطوله كاس مصر اللي اول مره يعني السنه اللي فاتت الزمالك خد البطوله بس ما كانش فيها الاهلي السنه دي بيها فيها الاهلي واسبوع فيها كل الانديه الكبيره فبطوله يبقى حاجه كبيره بالنسبه لك تخش في تاريخك وفي نفس الوقت تديك ثقه واي نادي ممكن يقول لك لا هات لي الراجل ده لانه نجح خد بطوله بالظروف اللي هو كان فيها يعني مجموعه لعيبه مع احترامي اللعيبه اللي موجودين او اللي مشوا برده هو عمل من فسيخ شربات يعني برده امكانياته كانت محدوده تمام فجبنا حسام ابراهيم عملنا اولا وكان في حسام جه قال لي انا هشتغل بالجهاز بتاعه كله بما فيه طارق السعيد فطارق ليه مشكله معايا انا شخصيا لما كنت رئيس نادي 2005 وهو قاعد بيتعاقد معايا عمل انه جالي تليفون واخد بالك وراح سايبني وخارج من برب الفيلا من بره وراح واخد تاكسي وساب عربيته وراح اتعاقد مع النادي الاهلي فانا نسيت الجمهور مش عايز ينسى الجمهور الحقيقي المحترم المحترم لقيت العيال الصايعه دي معامله بيان لو دخل على جثتنا لو دخل هيموتوا ايه ده مين دول لكن لان في جماهير محترمه بقى يعني الناس العقله المتزنه قال ده موقف هو غلط لازم يتحمل نتيجه خطا فانا استسمحت حسام ابراهيم انه يجيبه يعني يبدلوه بحد تاني وفعلا استجاب حسام ابراهيم وبدل طارق السعيد جابوا طارق اللي هو بتاع النادي المصري شخص محترم مش كان شغال معاه تمام طارق سليمان طارق سليمان بالظبط فاللي حصل بالظبط انت بتهدد مين وهنقتل ده النهارده البيان اللي عاملينه هنخش طب لو راجل فيكم يقرب من استاد اسكندريه من 100,000 كيلو من اسكندريه يا بيه دوله قانون رجعت المهم عملنا مؤتمر صحفي محترم جبنا طبعا انت عارف جايب 14 لعيب تقريبا كلهم منتخب مصر وقلت كل ما يحلم بيه جماهير الزمالك هجيبه يعني انا ما قصرتش في شهرين خدت البطوله
بطولة الكاس. ثلاثة أنا داخل في البطولة الأفريقية، ربنا وفقنا إن شاء الله في الماتشين اللي جايين هنخش مربع الذهبي. جبت لك أحسن لعيبة، رجعت اليد والسلة والطايرة للعيبة المهاجرة، رجعتهم تاني مع أجهزة فنية على أعلى مستوى. رجع في الوقت اللي أنا هتشوف دلوقتي النادي عامله حمامين سباحة جداد، عندنا لميس موجودة وأرضيات رخامية وهتنقل بس مباشر بعد شوية. خلصنا المؤتمر الصحفي المحترم وبعد ما مشيت دخل الآتي. سيد مشاغب، أسماء تاني، دول مصادر الأمر بقبض عليهم، بقول لهم دول أمر بقبض عليهم. أحمد بحر، أحمد رجب، صلاح أبو شاهد، مصطفى طبلة، أحمد صلاح، ياسر جوجو، أحمد سير شوتو جودزيلا، أحمد فايز، طارق مساكن، أحمد رجب، سامح بلدوزر، البهوات وأحمد شبرا طبعا. البهوات دخلوا أولا طبعا، صاحب الأوتوبيسات اتقبض عليه، ودي دي فرصة زي ما أنا انتقدت الشرطة من 3 ايام، بقول ان الشرطه 48 ساعه، لان كان في لقاء مع السيد وزير الداخليه امبارح في حضور السيد رئيس الجمهوريه في افتتاح قناه السويس الجديده، وقال لن اسمح بالبلطجه، وما حدث في نادي الزمالك لن نسمح به على الاطلاق. نائب العام المحترم رحنا قابلناه مجلس اداره، كمان المجلس كله قابلناه، قال القانون الرادع الحاسم على الطبع كله، حبسهم النهارده وامر ضبط احضار للاسماء اللي قلت لك عليها دول. وعشان كده بقول للناس بس عشان تعرف صورهم، عشان اي واحد انت عارف اي واحد مخبي واحد في امر ضبط واحضاره خلي بالك بيتعاقب بنفس العقوبه. ايه الجريمه اللي ارتكبوها؟ هقول لك دلوقتي بعدين اقول لك، شوفوا بس اشكال تمام. او عايز اعرف تفاصيل اقتحام النادي، لان في صور دلوقتي احنا بنعرضها وحضرتك بتتكلم. بص يا سيدي، ده المبنى الاجتماعي، دخلوا من مكانين، دخلوا من باب الحمام السباحه كان مفتوح بنعمل اصلاحات جوه، فدخل 14 بلطجي، ده اللي خد جرح نافذ فرد امن، اتضرب بسنجه في بطنه. وفي باب لابوار، البلطجيه اللي هم المعروف ال 14 دول دخلوا من باب حمام السباحه، وثلاث اتوبيسات جايه من جمعيه تعاونيه لنقل ركاب الهرم، جبنا ارقامهم وتصوروا، لان انا راجل قانون، كنت رئيس نيابه رئيس محكمه، كل ده صار فيديو. والنيابه سلمت الفيديو، خلاص يا شبرا انت وجودزيلا والقصه خلصت، انتهى الدرس يا اغبيه، لان صورتهم فيديو كلهم. دخلوا يا فندم حضرتك، المكان ده مكان المصلين، الناس بتصلي. دخلوا ده، بص، ضربوا قنابل واقتحموا البوابه، وضربوا رصاص وهم خارجين عشان يغطوا خروجهم. الناس اللي بتصلي ضربوهم، التكسير ده كله، ده دي الصاله، دي حضرتك دي المصليه اللي قدام المطعم بتاع نادي الزمالك في المبنى الاجتماعي. سرقوا المنهراوي، ده مصور صحفي، راجل صحفي مصور صحفي، سرقوا الكاميرا بتاعته. ضربوا راجل اسمه جمال عندي عضو النادي، كسروا دراعه ورجله، ده اجرامه بلطجه. وفين بقى كل ده؟ في المبنى الاجتماعي، يعني لا كان في ماتش ولا في كوره، ده ناس داخله عارفه بتعمل ايه. ده واحد. اتنين، هم عملوا بيان، هم نفسهم عاملين بيان اهو، يقول لك مشكورين، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، النادي ده نادينا ويا ويلو اللي يعادينا، الزمالك مش عارف كويس، مش عارف ايه، كله سكوت. لا لا لا، حط امك انت، هو لا انسى قرار مجلس الاداره. احنا قابلت وزير الداخليه محترم، وده تعليماته لظباطه، كل صادر امر بالنيابه العامه طبق القانون يتقبض عليه مهما كان، وكان هو بيتسابه النائب العام المحترم استشار احمد دابوس رئيس النيابه، وكل رجاله انتقلوا فورا للمعاينه، محامي عام شمال الجيزه زكريا بيعمل العزيز، محامي عام اول السناف، المستشار عادل سعيد، منظومه قانونيه محترمه اشتغلت. عندهم شرفة قتل، سرقه بكراه، بلطجه، اتلاف مال عام، ترويع امينين. تخيل انت يا استاذ معتز لما تكون زوجتك وبنتك قاعده حوالين حمام السباحه، يخش البلطجيه دول مش جماهير بقى، وضرب نار وقنابل وسنك، وبنت تترمي في الحمام ما تعرفش تعوم خوف منهم. خلاص. اقسم بالله المصلين، حضرتك انا بس عايزك تشوف المكان، المصليه ضربوا المصلين عشان يخشوا يعدوا. ده كلام لن يسمح به في دوله قانون. صدر قرار دلوقتي وانا جاي، الثلاثه اللي اتقبض عليهم صدر قرار بحبسهم، تم القبض على صاحب العربيه اللي بيستهبل، وقال والله انا ما اعرفش، تعرفش ايه ده، ناس شايله سلاح آلي وطبنجات وسنج وقنابل وثلاث اوبسات وجايين نادي الزمالك، وحضرتك انتظرتهم 10 دقايق لما خلصوا مأموريتهم وتاخدهم ويمشوا. هو في بيقول لهم بس كانوا رايحين ماتش، انا ما خدتش عندي ماتش، وبعدين الماتش فين؟ انا ماتش في شارع محمود بدر الدين، لو في ماتش او تدريب في باب من ورا خالص عند الحمديه الشاذليه، ده انت جاي لي من باب الاعضاء وداخل مبنى الاجتماعي بتاع الاعضاء. وبعدين عملوا بيان قال لك النادي ده يقول له يعادينا بعديها على طول. 22 رساله تهديد بالقتل اتسجلت،
ورايحين بكره للمستشار احمد دبوس رئيس نادي العجوزه تهديد بقت لي انا واحمد ومجلس احمد مرتضى ومجلس اداره الزمالك راح وايه متسجله ما بعرفش اهزر. الجمهور العادي بقى اللي هو فوق دماغي اللي انا بعمل ده كله عشانه، ما انا بعمل المنشات عشان اعضاء النادي العاملين، وبعمل في نفس الوقت اللعيبه والاجهزه الفنيه عشان الجماهير. لكن مش ممكن 100 عيل بلطجي. اتفضل يا بيه هوريك بقى الابهوات تبع مين. هل 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 ينفع اسالك اقول لك شايف شايف الطبق شايف الطبنجه اللي في ايد الولد ده؟ هل ينفع وريني اتفضل هل ينفع سياده المستشار ويعني بس وريني بس عشان بس يشوفها في الكاميرا والنبي سامحك. شايف الطبنجه في ايده اهي الكاميرا تيجي يعني طب امسكها امسك اتفضل يا ريت تقربها اصل لازم تروح الكنترول يعملوا عليها اعتقد هم اي خلاص مظبوط شايف الطبنجه دي طيب ده قدام مكتب النائب العام البلطجيه كان واحد فيهم اتحبس رايحين يكسروا عشان يطلعوا النائب العام فوق اتفضلوا دول بلطجيه مصر اوعى تقول لي جماهير اوعى تقول لي دول جماهير طب انت دول بلطجيه اهم اهم اهو ده طارق مساكن وده احمد سمير والبلطجي اللي معاه اهو بيشيلوا كان عاملين عند مكتب النائب العام اللي هي السواتر دي حواجز بيشيلوه عشان يطلعوا النائب العام يعتادوا عليه فوق خلاص دول مع السيد دول بيولعوا عربيه شرطه دول عمرهم ما كانوا جماهير دول بلطجيه مع السيد حازم ابو اسماعيل ادي الاخ احمد جودزيلا وسيد مشاغب ها القصه مش رياضه الموضوع ملوش علاقه بالرياضه قصه ايه سياسيه سياسيه ودي على كده الصوره اهي اتفضل الصوره ادي الصوره اهي تمام يعني السياسه دخلت دلوقتي في نادي الزمالك ما هو في كل الانديه ما راح برضه بص هو مش عايز استقرار انا يوم ما خدت الكاس ومعايا مجلس اداره محترم وجهاز فني اللي هو احمد حسام محمد صلاح ومدحت وعبد الحليم علي قناه الجزيره الرياضيه يا ريت تجيب التقرير اللي عملته الانقلابي مرتضى منصور الدوله تهديه كاس مصر انا فعلا انقلابي بس انقلابي ضد الفاشل ضد الفاسد ضد اللي هو محمد مرسي اللي ابن عمه كان تاجر مخدرات كان ده كان موجود ضد اللي بيقول لك انا اسلامي والرخصه الخمره بعد كده سنه بقى خليها 3 سنين لما عملوا حفله جابوا فيها دول شاهين واخد بالك ده انا ضد الدكتاتور اللي عمل اعلان دستوري انا رفعت قضيه امامها لو تفتكر يا معتز وهددوني بالقتل الاعلان الدستوري عملوا اله انا ضد انا انقلابي ضد ده واخد بالك لكن انا مع بلدي مع وطني الدوله طب ما تديني الدوري طب ما بدل ما تهديني الكاس طب ما تهديني اللي بتقعد درع الدوري واخد بالك هي الدوله اديتك الهدف بتاع اسمه ايه حازم في سموحه لا والدوله ادتني جون احمد توفيق في نفسه ومحمود فتح الله لما ضيع البلانتي ده ناس ده تقرير تقرير الجزيره هل كان ينفع ما هو هنتكلم على الجزيره للصبح انما ما فيش الحقيقه مبرر ولا في اي تفسير انت شفت الاجرام شفت يا ريت يكون عندكم دلوقتي ماتش الزمالك والافريقي التونسي بعد لما الواد نزلوا من غير مناسبه هم الصيعه البلطجيه دول ضربوا النادي ضربوا الناس كلها وضربوا العيال بتوع تونس قلعوهم وضمهم ليه عمل لك ايه بتاع تونس؟ عمل لك ايه؟ وكان لو جبت انا جون كنت عديت عديت البطوله الافريقيه ضيع مني البطوله الافريقيه في ماتش حرس الحدود راح مقتحمين خسرت 3 بونت الاتحاد الكره خصم 3 بونت لا لن اسمح بقله الادب دي تاني احمد شبرا احمد جودزيلا احمد بحر كله بالقانون في قانون في البلد وانا قلت لهم حضرتك عايز تحضر انا عايزهم يحضروا ماتش ما هو المباريات من غير جماهير دي جنازه انا نفسي ما بستمتعش وبعدين انا مش خسران حاجه انا عربيتي بتخش لو تطول تخش الزمالك والافريقي زي ما حضرتك طلب اتفضل يا فندم ده جمهور ولا دول بلطجيه ها عمالين يضربوا في الاولاد موقعات الجلابيه وبعدين ممكن شوف يعني الدخان اللي مالا وبعدين ده ولا اتحاد الافريقي خصم خلك 4 مباريات بره ارضك ده جمهور زمالك لا جمهور زمالك محترم مين اللي اقتحم يوميها هم العيال الصايع البلطجيه دول من غير مناسبه هم نفس المجموعه البلطجيه نفس المجموعه مساكن وجودزيلا وسيد مشاغب واحمد شبرا واحمد هم نفس المجموعه اللي فاكرين نفسهم في لا 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 حبيبي طب ومن ساعتها ليه الدوله كانت سايباهم ليه بقى عشان ما كانش في رئيس نادي ذكر انا صريح انا داخل معاهم بص يا معتز انا قولي بيتي برغم انا قلت لوسائل الاعلام لا والكلام ده مش هقوله قولي بيتي الفجر انا زوجتي واولادي في كلهم في مراسي وانا كنت في العماره لوحدي ضربوا قنابل الفجر عشان جبنات وضربوا شماريخ خلاص على عليا ولا هزوا شعره من راسي وبتحرك لوحدي عشان ربنا معايا
خلي بالك اعتدوا عليه على البيت يا بيه. ده هم كمان اللي عملوا بيان قالوا الكلام ده. ده مش انا اللي بقول يعني كده. ومع ذلك لما الاعلام جه سالوني وما كلمتش الاعلام في الموضوع. قلت لا ده انا اكبر ان انا ارد عليهم. بس في نيابه بتحقق فيها. انا راجل قانون. اتجهت للقانون. القانون. القانون يا سيد يا مشاغب. وبعدين انا بقول لمحافظ الجيزه في قهوه اسمها في الخمسين قهوه اسمها الفرسان بتاع الواد اللي اتحبس النهارده ده. ده باكلها بانجو يا استاذ. حضرتك سايبهم ليه؟ واخدين الرصيفه القهوه ورا الحي حي العجوزه. اللي بيجي يقول لك يا استاذ مرتضى انت بنيت طوبه زياده. ها ورا الحي قافلين الشارع. عيال بلطجيه واخد بالك، عيال بسنج، عيال بيانجو والناس المحترمه اللي بتقعد في المكان دون هربت. في قهوه اسمها الفرسان في احمد ضرايب نفس القصه بتاعه البلطجه احمد بحر. الاستاذ خالد الغندور لما عمل مداخله مع رئيس نادي الزمالك اول امبارح وانا راجل مسؤول فبقول له البلاغ. انا بقول لك دلوقتي بلاغ واعلى مسؤول. الناس حبست نيابه حبستهم ودول كلهم طلعوا لهم امر ضبط احضار. بالعكس ده في اسماء ثانيه احنا ما كناش عارفينها تحريات المباحث جابتهم وقبضت عليهم بامر من نيابه واتحبسوا. الاخ خالد غندور بعد ما عمل يدخل لي احمد بحر البلطجي واخد بالك نص ساعه يقل لي ادب عليا وامبارح يدخل واحد بلطجي ثاني. فاحنا خدنا قرار واضح ممنوع التعامل مع خالد غندور. اي حد هيتعامل مع البلطجيه دول خلاص يا تتعامل مع حد محترم شرعي لان القضيه مش قضيه انا لوحدي، قضيه انا والاعلام. بس خالد كاعلامي حب ان هو لا. يدي الفرصه المتكافئه ثانيه واحده لطرفين بين بلطجي. لا لا بين بلطجي هو بلطجي ده لسه لا يا فندم. لا يا فندم حضرتك قلت راجل قانون بلطجي لسه ما ادنتوش يا فندم. ده مقبوض على صدر امر بالقبض عليه. يعني انت النهارده البلطجي اللي قتل ضابط في الشارع حضرتك مدير الامن او وزير الداخليه انا معاك مداخله والبلطجي يعمل معاك مداخله؟ ما هو البلطجي ده لازم ياخد حكم يا فندم. لازم ياخد حكم. لا هو دلوقتي هربان يعمل معاك انت تسمح له يعمل مداخله؟ لا اكيد لا بالتاكيد لا أكيد. لكن هو سمح له ليه بقى؟ هكلمك بصراحه. قول لي بصراحه. انا بقى بص اكتر واحد رمم كنايس في دايرته اسالوا اخواننا الاباط في مدغامر. ما عنديش ابدا تعصب ديني. انا كمرتضى الناس كلها عارفه. مسلم مسيحي بالنسبه لك. عم جورج سعد كان في قائمتي. وكان قاعد على طبليته وانا كنت واحد على طبليته. اسالوا كفر سليمان وابراهيم وتدرق في مدامر الكنائس والمضايف اللي انا عاملها. تمام. طلع الاتي بقى الراجل اتكلم وخلاص ما كل حاجه بقى مستند. قال هاني شكري المسيحي، كلم البرت شفيق المسيحي، كلم نجيب ساويرس المسيحي. خلي بالك الشغل ده كله ده متسجل. مش هزار بقول كلام على مسؤوليتي. خلاص. قالوا له العيال بتوع الالترس البلطجيه دول تبعنا. يعني شكري تبعنا خليهم يعملوا مداخله ده متسجل. وراح للنائب العام بكره. طب وحضرتك يا استاذ هاني شكري تعرف الالترس البلطجيه دول منين اللي انت خليتهم اللي هم صدر امر القبض عليهم؟ لا مفيش حاجه اسمها مسيح ومسلم. لا ده احنا كلنا زي بعض. واسال نجيب ساويرس الراجل ده عمل لي توكيل في يوم من الايام اقسم بالله ما خدت منه مليم لان انا بعتبره انا رايي فيه كمرتضى ان راجل مصري وطني. واخد بالك. ممكن اختلف معاه في وجهات النظر في بعض الاراء السياسيه لكن في النهايه ده مصري وطني. قبل ما يكون مصري قبطي لا مصري وطني. صحيح. واخد بالك. فالاخ تعرفت بقى طبعا كل ده متسجل. الاخ المدير المعد قال والله استاذ خالد الجماعه البرت ده مسيحي وصاحب القناه مسيحي فسيد هاني شكري. طب انت هاني شكري تعرف العيال الصايع على البلطجيه دول منين عشان تطلب من القناه يعملوا مداخله؟ يعني حضرتك عايز تقول ان قناه اون تي في عامله مؤامره على مرتضى منصور؟ لا ما قلتش اون تي في. امال لا انا قلت انها جملت هاني شكري. لان الكلام اتقال بالظبط كده. المعد جاي النهارده عايز يسجل في النادي وتقول انا اسفين. اخذنا قرار. قراراتنا كالاتي. القضيه مش قضيه مرتضى، قضيته قضيه الاعلام وكل الانديه. الجماهير الحقيقه المحترمه فوق دماغنا. التراس مش التراس ما يهمنيش الاسم. ما في التراس كتير مؤدبين ولاد ناس محترمين وما بيعملوش مشاكل. انا قضيتي مع البلطجيه. التراس جمهور عادي فوق دماغي ما دام بتشجع. انا ما عنديش موقف محدد. ما انا بقول لك عمرو حسين ده التراس. سميت النفق الشهير للالتراس عمرو حسين. واخد بالك. انا ما عنديش قضيه ضدهم. انا عندي قضيه ضد البلطجيه، ضد الولاد اللي دخلت بالقنابل والرصاص الحي. ما هو النيابه لما راحت لقت الرصاص الحي ضرب مضروب في النادي جوه. واخد بالك. ودخل بقنابل ولا بيخش ايه ده هو خطه مرتبه يضرب قنابل عشان يعمل عشان انت ما تشوفش عشان ملاحظه الاقتحام وبعدين يدخل يضرب رصاص حي. انت لو زوجتك في النادي. لا انا مش هسمح بالكلام. عشان كده مجلس اداره نادي اجتماعي قبل يا فندم يعني نادي اجتماعي شارع ورياضي. شوف مجلس الاداره خد قرار تطبيق حق الدفاع النفس الشرعي ده عن طريق استخدام ايه السلاح الناري. طلبنا 30 رخصة سلاح لأفراد الأمن.
انا عندي مدير النادي ونائب المدير معظم الشغالين في النادي معهم سلاح مرخص. انا كنت مانع زي يخش ضابط شرطه يجدد عضويته لابس ميري ومعروف طبعا. جيت اقول له من فضلك بره في عربيتك ما تخش. لا مش مسموح بدخول السلاح كان الاول. دلوقتي لا النادي كله مسلح. حضرتك هتخش هتضرب طلقه هتاخد طلقه, هتضرب خرطوش هتاخد خرطوش, ده مش كلامي ده كلام القانون. هتضرب سنجة هتاخد سنجة, هتاخد سيف هتاخد سيف, هتضرب شومة هتاخد شومة, ده حق الدفاع الشرعي, ده قانون العقوبات بيقول كده, ده مش كلام من دماغي. عن ابص عن نفسك وعن غيرك, نفس الغير وعن المال. دي مؤسسة رياضية كبيرة محترمة, لن يسمح اللي حصل اول امبارح, ولن يسمح اللي حصل في اتحاد الكورة واللي حصل في النادي الاهلي, وكل مجلس ادارة سواء اتحاد كورة او اي نادي ياخد موقف محترم. وبقول للاعلام ده دورك, بقول له كل اب دورك. انا طالع عيل صايع بلطجي مطلع بيان بيقول لك ايه, هنخش بالعافيه واللي هيكلم هنموته. ما ننزلوش ارميه في الزباله سواء انا جورنان او مذيع, في الزباله ده شغل بلطجه في الزباله. عيل صادر امر بالقبض عليه ولا بلطجي وكان بيموت الناس وعنده سر بكراه, اعمل مداخله اقعد اقل ادبي على الناس, يقول لك اه احنا هنعمل كده اصل رئيس النادي متغاظ مننا عشان ما بنهتفلوش. يا عم تهتفل مين تعبيط يالا, ده انا كنت رئيس يعني نادي. بيطالب الاعلام استاذ مرتضى ان هو يقاطع اخبار هذه المجموعه البلطجية. انما المجموعه طب والاعلام ثانيه لك المجموعه الاعلام يعرف مين بلطجي مين مش بلطجي. يا ريما انت النهارده عندك خلاص, انا راجل النهارده متهم في قضيه وحضرتك عارف انه متهم وصدر امر بالقبض عليه وهو هربان. تعمل له مداخله يقعد يقل ادب على كل الناس, ده مش اعلام. انا اعرف انك تسال مرتضى وتسال وزير الداخليه, تسال مرتضى وتسال مدير امن الجيزه او مدير امن القاهره, واخد بالك, تسأل رئيس اتحاد الكوره. يعني حضرتك تحديدا بتتكلم عن القائمه المطلوب ضبطها واحضارها اللي هم مجموعه الناس اللي اتحبسوا, مجموعه البلطجيه اللي اقتحموا اللي اتصوروا فيديو حظهم ان انا كنت مرتب نفسي الفيديو النيابه اتحفظت عليه بصوت والصوره. ما عنديش هزار, قلت لك انا راجل قانون وعيت اعدادي. انا قلت لك قبل كده انا اشتغلت رئيس نيابه في ابنوب والبداري, اشتغلت مع الصعايده, اشتغلت مع رجاله, كنت بروح اعمل معاينه و50 الف طلقه فوق دماغي, كنت بعمل معاينه في المخدرات في بلد اسمها المعبده والآلي شغال فوق دماغي. فاللي بيعملوا ده لعب عيال وقله الادب والسفاله دي. كل واحد غلط غلطه ال22 مكالمه تهديد بالقتل اللي جت على التليفون واتسجلت بكره راح للسيد النائب العام هيحولها ان هي رئيس نكله عجوزه. ده قانون ما بهزرش. انما حضرتك عايز تشجع يا سلام, انا فرحان بيكم. ليه بعض التصريحات اتنقلت استاذ مرتضى يعني علشان بتفضل. الناس اللي بتتابعنا تبقى فاهمه الصوره كامله. تقول ان مرتضى منصور يرفض التصالح. لا انا ما قلت لك ما عنديش مشكله مع الوايت نايس الجمهور الطبيعي. في مشكله مع الجمهور الطبيعي خالص ولا في اي ازمات؟ وزير الداخليه دلوقتي يقول لك مرتضى قابلني 10 مرات السنه دي عشان يدخل الجمهور. هقول لك حاجه, حصل اجتماع مع السيد رئيس الوزراء, جه فيه كل رؤساء الانديه, اساله اي رئيس نادي اساله قول له الكلام كله عشان جمهور الاهلي والزمالك يخش المدرجات, ده كلام انا خلي بالك. حصل اجتماع مع السيد وزير الداخليه, جه رئيس نادي المصري وجه رئيس نادي السيد اسماعيل فايد, جه مجموعه كبيره رئيس نادي ونائب رئيس الاتحاد السكندري حضروا معايا, كلامي كله ان الجمهور يحضر بكل اطيافه. واخد بالك, انا كلامي عن البلطجيه, انا عن ياسر بوجو وسيد مشاغب واحمد بحر واحمد شبرا وابو شاهد وجودزيلا وموتزيلا والاسماء دي وطارق مساكن وطارق زفت الطين العيال البلطجيه اللي بيبلطجوا. مين وراهم؟ في تحقيق في النيابه دلوقتي وحفاظا على سريه التحقيقات النيابه طبعا. انا زي ما انتقدت مديريه امن الجيزه النهارده بقول انهم بذلوا مجهود بقالهم 48 ساعه وخاصة بعد ما قابلت السيد وزير الداخلية امبارح بصراحة مع السيد رئيس الجمهورية وقال تعليماتي لا النيابة ما عندي ما فيش هزار. أصل دول اللي بيولعوا في الأندية هم اللي بيولعوا في الجامعة, هم اللي بيروحوا الكليات, هم نفس المجموعات, هم ال 100 عيل هنا, هم ال 100 عيل هنا. فقانون بيتطبق, نائب عام محترم مع جهاز معاون في منتهى الاحترام, استشار رئيس النيابة أحمد بيه دابوس والكوكبة اللي شغالين معاه ما بيناموش ولسه مخلصين تحقيق لغاية شغالين واخد بالك. فحضرتك شايف وانا مكمل مش عايز تلقي بتهم جزافية على جهات التحريات بتدعمها التحريات بتتم لكن اقدر اقوله ان بعد هاني شكري ما عمل التوصيلة دي وكلم هو يعرفهم منين تعرفهم منين واحد اتنين العمري فاروق وزير الرياضه السابق نفس اللي حصل معايا حصل معاه بالظبط لما نفس المجموعه نفس الاسماء. وللاسف الشديد بقول لك سر الاول مره استاذ ممدوح عباس كرئيس النادي والعيال دول اجتمعوا في النادي وتعملت الخطه في النادي نفس الاسماء وصدر لهم امر ضبط واحضار نفس العيال البلطجيه دول كلهم
كانوا رايحين يقتلوا العمري فاروق في استاد القاهره لما كان عامل مؤتمر صحفي لما خرجوه من ورا. حصل فعلا هجوم على المؤتمر. يا ريت يا ريت المؤتمر اتلغى. يا ريت سامي عبد الراضي يطلب لنا العمري فاروق والقضيه في نفس الاسماء. نفس التكتيك اللي عملوه. اتوبيسات ضربوا قنابل اللي عملوه في نادي الزمالك. فابحث عن من يخطط. للاسف ده حصل في نادي الزمالك ايام كان الاخ ممدوح عباس موجود وفي مكتب احد المسؤولين في النادي وتخطط ازاي يقتلوا عمري فاروق تاني يوم. يعني يا استاذ مرتضى حضرتك بتلمح لان ممدوح عباس لا النيابه العامه والاتحادات هي اللي تقول الكلام ده. انما حضرتك مش بتلمح. انا بقول لك يا ريت يا ريت سامي يطلب لنا عمري فاروق سيد وزير الرياضه السابق لان القضيه دي بيتحقق فيها في النيابه. في النيابه نفس الاسماء. الاقتحام اللي حصل في نادي الزمالك قبل كده نفس الاسماء نفس البلطجيه. خلاص وبقول لابو امه ده ابوه وامه ده هو انتوا فين؟ انت مش واخد بالك ابنك ده مصيره في يوم من الايام يا اخي افرض ضرب واحد طلقه والتاني رد عليه طلقه ومات. خلاص او يروح لوان تره السجن هو ده مصيره. حضرتك ما بتجيبوش ليه؟ تقول له يا ابني انت عايز تشجع بتحب الزمالك بيحب الزمالك يا استاذ معتز. عمرك شفت جمهور مدي ظهره للملعب 90 دقيقه بيرقص عريان ما بيشوفش الماتش؟ عمرك شفت جمهور لا بصراحة. عمرك في العالم لا. عمرك شفت جمهور يبقى ناديه مهزوم وعمال يضحك ويرقص؟ اسال على الترامادول يا استاذ محتاج. ده ايه ده ترامادول يا استاذ محتاج؟ جمهور الرياضه بياخد ترامادول يا استاذ؟ ما تقولش جمهور رياضه برضه. البلطجيه دول اللي للاسف اللي مسيطرين على الولاد ولاد الناس المحترمين ولو قادر الناس تتكلم ينضرب. وفي وقت حرقوه في الاوتوبيس. طب السلاح والشماريخ والاوتوبيسات على حد معلوماتي دي محتاجه تمويل صح ولا غلط؟ طبعا الناس دول ناس بيجي بقى فلوس للاسف الشديد. التمويل بيجي ما احنا عرفنا بقى من 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 بعضهم يعني من بعض الاخوه من الكويت والسعوديه مش كويتين والسعوديين بعض الاخوه المصريين بيبعتوا تحويلات وكل فتره يحولوها باسم واحد غير الثاني خد بالك بال 70,000 وال 80,000 والتحويلات دي غايبه عن الرقابه غايبه الدولة عن الدوله. بص المحافظ يشتغل على قهاوي الغرز دي دكتور علي عبد الرحمن اللي هو شايفنا وسامعني سيد وزير الداخليه والاجهزه الرقابيه تشوف التحويلات اللي بتيجي العيال دي من بره واخد بالك ثلاث اتوبيسات بالسلاح دوت بالقنابل دي قنابل جابوها منين؟ جابوها منين؟ والسلاح ده قال لي ده مش انا بقول ده النيابه راحت عملت معاينه لقت رصاص حي يا معتز. فانا عشان نقفل الصفحه دي بقول هو دوله القانون انا راجل قانون مجلس الاداره خد قرار بالتسليح النادي دلوقتي معظمه بقى مسلح. طيب حضرتك هتقتحم النادي هتضرب رصاصه هتاخد رصاص حق الدفاع الشرعي. معايا العمري فاروق الاستاذ عمري فاروق الوزير العمري فاروق معايا على الهواء مباشره وجاء اسمه في خلال هذا الحوار مع الاستاذ مرتضى منصور اللي استشهد بيه وقال ان هو تعرض لهجوم اثناء مؤتمر صحفي من نفس المجموعه. تعليق حضرتك ايه؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم المعتز بيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ عمري. استاذ المستشار اهلا وسهلا. مساء الخير يا استاذ الوزير. اهلا بيك يا فندم. فندم ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك تحت امركم. لا هو من شويه سياده المستشار قال ان حضرتك يعني على درايه يعني من بشكل او باخر ببعض المجموعات اللي مارست البلطجه ضدك في اثناء وقعه شهيره وهي وقعه مؤتمر صحفي في استاد القاهره وانه نفس المجموعه استاذ مرتضى منصور بيقول هي اللي هاجمت نادي الزمالك. لا يا سياده الوزير بس بعد اذنك انا عشان بس اوضح يمكن حضرتك ما شفتناش انه انا عرفت ان في نادي الزمالك تم الترتيب قبل الاعتداء على حضرتك بيوم في مكتب احد المسؤولين جوه نادي الزمالك جاب نفس للاسف كان فيهم احد رجال القضاء للاسف كمان كان موجود ورتبوا ازاي يهجموا على حضرتك ويقتلوك تاني يوم في الاستاد. رتبوا الاتوبيسات رتبوا القنابل رتبوا السلاح نفس المجموعه سيد مشاغب واحمد شبرا ونفس الاسماء اللي حاولت تقتل حضرتك في استاد القاهره. ده اللي انا قلته. هو الحقيقه المعلومه اللي سياده المستشار بيقولها كان بالفعل في تنسيق تم. طبعا في تنسيق تم بالفعل والمعلومه اللي كانت عندي ان كان في اسماء بعينها انما مش انا اللي بقدر احدد الاسماء انما كان في بلاغ اوريدي انا توجهت بيه للنائب العام باعتداء عليا باعتباري ان انا كنت وزير في السلطه في هذا التوقيت والحقيقه لحد النهارده يمكن ما فيش اي اجراء اساسا تم فيه او سمعت ان في تحقيق حتى اتفتح فيه على الرغم ان المفروض ان ده محاوله اعتداء على وزير. طبعا كان ده ليه دور ناتج من ان الاستاذ ممدوح عباس كان قبليها عمل مؤتمر صحفي وتجاوز الحقيقه في حقي بحوار ما كانش الحقيقه لطيف وما كانش الحقيقه مهذب تجاوز فيه بشكل الحقيقه استثار جمهور نادي الزمالك
على ان الوزير العامري فاروق هو وزير كان في يوم من الايام عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وانه كان يهدف الى هدم نادي الزمالك او عدم تطوير نادي الزمالك، او انه ازاي نادي الزمالك ما يفوزش وما يكسبش او ما يخشش في منافسه مع النادي الاهلي. استثار هذا الكلام جمهور نادي الزمالك الحقيقه بشكل كبير جدا، وبناء عليه حصل الاعتداء اللي المفروض تم فيه المؤتمر امام مسمع ومرأة عدد كبير جدا من الاعلاميين في هذا التوقيت. وبحمد ربنا ان ما حصلش يمكن حاجه، لان كانت تحصل كارثه، لان كم الاعلاميين اللي كانوا موجودين في هذا المؤتمر كان كثيف جدا، لان كان بتعلن فيه خطه وزاره الرياضه واستراتيجيتها لحد 2020 المفروض شكلنا كان يبقى عامل ازاي في هذا التوقيت. الحقيقه اللي الناس ما تعرفوش في نادي الزمالك، او اتمنى ان سياده المستشار يعني يوضح ده لجمهور نادي الزمالك، ان الحمد لله نعمه من عند ربنا اثناء وجود العامري فاروق وزير الدوله للرياضه، نادي الزمالك اتضخ فيه مشروع تطوير قطاع الناشئين لخدمه نادي الزمالك والتطوير الحقيقه نادي الزمالك. واعتقد المفروض ان الكلام ده هيفتتح خلال الفترات الجايه ان شاء الله من خلال المهندس الشاب الخالد. اسمع لي سياده الوزير، تمام. وفعل سياده الوزير عمرو فاروق وطاهر بيه السيد الوزير طاهر ابو زيد الاهلاويه مع وكمل الكلام ده بدعم كبير السيد المهندس خالد عبد العزيز. اكتر ناس دعموا نادي الزمالك مع لاعب الناشئين على احدث مستوى زي اي انديه في اسبانيا او ايطاليا بصراحه. ادي واحد. اثنين، تحريات المباحث توصلت الى الاسماء، عشان انا كنت متابع القضيه اللي انا قلت لحضرتك عليها دي. الولد اللي اسمه احمد شبرا ده هدد الوزير بالقتل، انا بقول لك وهو سامعني، هدده بالقتل، هدده بالقتل، وانا بقول لك وسياده الوزير سامعني. التحقيقات في نيابه مصر الجديده، واحنا طلبنا من سياده النائب العام انها تتحرك، وطلبنا صوره رسميه منها تنضم لتحقيقات اللي بتعملها نيابه العجوزه، عشان هيلاقي نفس الاسماء اللي ما كانت عايزه تقتل سياده الوزير، هي نفس الاسماء اللي دخلت ضربت نار جوه النادي وكانت تقتل الاعضاء العاملين. ايه رايك لو نتوقف عند استراحه اعلانيه صغيره، وبعد كده في امور تانية كمان غير الموضوع ده؟ اعتقد ان احنا يعني غطينا جوانب كتير جدا. بشكر طبعا الوزير العامري فاروق وزير الدوله الرياضه السابق على هذه المداخله، وهنرجع نكمل مع ضيفي النهارده في مصر الجديده الاستاذ مرتضى منصور. اوعوا تروحوا في اي حته. برحب مرة تانية بضيفي النهاردة في مصر الجديدة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وكان معنا الأستاذ العمري فاروق وزير الدولة للرياضة سابقا، وهو هيرجع لنا لأنه كان في مداخلة الحقيقة اتقطعت وإحنا بنتكلم معاه، الخط رجع لنا مرة تانية. أستاذ العمري فاروق اتفضل حضرتك لو سمعني، اتفضل. مساء الخير. الله يخليك فندم. مساء النور. اتفضل حضرتك، كنت عايز تكمل في نقطه معينه. كنت عايز يعني الحقيقه اوضح ان في التوقيت ده الحقيقه كان طبعا في احتقان في الجماهير، واحتقان في جزئيه عوده الجمهور الى المدرجات، ويمكن على الرغم من ده يمكن احنا اجتهدنا وسعد وسعينا ان عدد كبير جدا من المباريات اللي اتلعبت في افريقيا جمهور النادي الاهلي كان حضر، وجمهور نادي الزمالك كان حضر في بعض المباريات لما كان بيلعب في تصفيات افريقيا. انما الحقيقه التجاوز اللي تم من الاستاذ ممدوح عباس في هذا التوقيت، يمكن طلع ساعتها الاستاذ المستشار مرتضى منصور الحقيقه ووجه بيان الحقيقه الى وزير الدوله للرياضه بكيانه للرياضه في الدوله، وعمل اعتذار رسمي، وانا بشكره على الهوى الحقيقه وعلى اخلاقياته العاليه. كذلك نفس القصه الحقيقه الكابتن الخلوق الكابتن ابراهيم يوسف وعدد من نجوم نادي الزمالك زي الكابتن ابو رجيله والدكتور محمود سعد والمجموعه كبيره جدا الحقيقه من نادي الزمالك ما كانش عاجبها الوضع وما كانش عاجبها هذا التصرف. انا الحقيقه يمكن شايف ان الفتره دي احنا محتاجين ان الامور تهدى، محتاجين ان الجمهور يرجع، محتاجين بالفعل ان اي حد يغلط يتحاسب، مش محتاجين ان الامور تبقى متسابه، لان الرياضه ضروري ترجع بجمهور، ما ينفعش تبقى من غير جمهور. وده جزء رئيسي وجزء من القيمة المادية كمان المضافة إلى الأندية. أتمنى الفترة الجاية إن شاء الله نحن المولى يبقى فيه جمهور، وإذا كان في أي سؤال طبعا لسيادة المستشار مرتضى منصور أو لسعادتك تحت أمرك. لا أنا بشكر حضرتك جدا، يعني إحنا كنا بس محتاجين نعرف يعني نرجع بالذاكرة معاك للواقعة دي، لأنها كان فيها قواسم مشتركة، ويمكن الكلمة اللي حضرتك قلتها وإحنا يعني
يعني بنتفق معاك طبعا جدا عليها انه الجمهور لازم يرجع للملاعب، ما فيش حاجه اسمها كوره في اي حته في العالم من غير جمهور. بشكر حضرتك جدا على هذه المداخله الاستاذ العمري فاروق وزير الرياضه السابق. ايه رايكم لو ناخد الاستاذ مرتضى كده للنادي مره تانية، الاجواء النادي بس مباشر مع مراسلتنا لميس سلامه الموجوده داخل اسوار نادي الزمالك. اتفضلي يا لميس، مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ معتز، وبرحب بضيف حضرتك المستشار مرتضى منصور. أنا بالفعل داخل نادي الزمالك، يعني أنا أول ما دخلت لقيت يعني تقريبا الحياة عادي لطبيعتها، يعني الناس مش قلقانة والأعضاء متواجدين. أنا سألتهم يعني هل أنتوا قلقانين من حاجة لا يحصل كده تاني؟ قال لك لا، إحنا موجودين داخل النادي بتاعنا وما فيش أي مشاكل خالص. أنا سريعا هروح لبعض أعضاء النادي اللي هيكلموني عن الواقعة اللي شافوها وهم قاعدين داخل النادي. مساء الخير يا مدام هناء، احكي لي، أنت حكيتي إن كنتي موجودة ساعتها يوم السبت اللي فات، إيه اللي الحصل؟ ان احنا كنا موجودين بعد صلاه العصر فوق في تراس المبنى الاجتماعي، فوجئنا بثلاث عربيات ميكروباص جم في الباركينج المقابل للبوابه، وقفوا الثلاثه بشكل مرتب ورا بعض. نزل منهم مجموعه ما اقدرش اقول عليهم لا التراس او مشجعين، لان هم مجموعه من البلطجيه منظمين، هم عارفين جايين يعملوا ايه. احنا اعضاء في النادي من زمان وطول عمرنا بنشوف المشجعين، حتى شغب الملاعب متعودين عليه، لكن ده لا شغب ملاعب ولا مشجعين. دخلوا النادي، اقتحموا البوابه، في الغالب كانوا ضربوا قنبله او حاجه من الحاجات المسيله للدموع على الامن، على الامن علشان يقدروا يفرقوهم، وخبطوا واحد من الامن اعتقد عوروه بآله حاده، وبعدين دخلوا فضلوا يكتبوا على الحائط ده والحائط ده، ودخلوا كسروا الازاز بتاع المطعم اللي في المبنى الداخلي. كل ده طبعا تم اصلاحه خلاص، يعني حتى احنا شايفين الشعارات اللي مكتوبه دهن. حضرتك حاجه، ده مجهود المستشار مرتضى منصور، لان هو من داي 1 مسك فيه النادي وهو شغال توضيبات. ويمكن انت لو بصيتي ارض الممر اللي احنا واقفين عليها دي تم تغييرها بالكامل، ودي اصلاحات بتتم في النادي من اوله لاخره. يمكن بعدين الكاميرا يسمح تجيب النادي كله تشوف الاصلاحات اللي هو بيعملها. اللي حصل بقى تاني؟ دخلوا بالكراسي، كان بعد صلاه العصر، فكان في مجموعه من الناس بتصلي العصر في المبنى من تحت، رموا عليهم كراسي، وفي صوت ضرب نار اتعمل، يعني كان في ضرب نار وقتها، وكان ناس داخله تخرب النادي وتعمل حاله من الذعر، لدرجه ان في ستات جري ورموا نفسهم في حمامات السباحه، والاطفال كان في حاله من الذعر غير عاديه. عشان كده احنا بنناشد وزير الداخليه لحمايه النادي. احنا النهارده امن النادي قايم بوجبه على الوجه الاكمل، لكن اسمحي لي، امن النادي معهوش سلاح غير مرخص، لو واحد فيهم اتعرض لحد من دول، وده اللي حصل لواحد فيهم وهو مصاب لغايه دلوقتي، ايه اللي هيحصل؟ احنا لازم يبقى عندنا يا قوه شرطيه داخل النادي، يبقى في تصريح للامن ان يبقى معاه سلاح علشان خاطر يقدر يحمي اعضائه. طيب هرجع لك تاني يا مدام هناء. استاذ صلاح، المدام هناء بتتكلم عن اللي كانوا بيصلوا، حضرتك قلت انك كنت واحد من المصلين، ايه اللي حصل؟ احنا في ناس بتصلي بتبقى في ناس اماميه، وفي ناس بتبقى كبار في السن زي حالتنا كده فوق 70 وفي 80 و60 بيصلوا ورا، وبيبقوا قاعدين على كراسي. فجاه هجوم، ما شفت ازاي، داعش بداعش ما اعرفش ايه اللي حصل، هجوم علينا. الناس الكبيره في السن اتوقعت على الارض، اتكفت، في ناس منهم جريت عند المكاتب، رمت نفسها من دور الارضي، هو دور ارضي يعني، رمى نفسه عشان ينزل على مهبط جنب الحمام، وفي ناس كبيره في السن اللي اغمى عليه والذعر، يعني في ذعر. طيب رهيب. اخيرا استاذ سيد، قول لي، يعني انت طبعا بتشوف في النادي هنا الاعضاء، اتكلمت مع الاعضاء، الناس انا من حاجه خايفه تيجي، ايه الاجراءات اللي خدتوها؟ مسكتوا حد يعني؟ لا، انا عايز اقول في الحقيقه ان يمكن الوجود في النادي بقى وجود مكثف، الاعضاء يمكن بداوا يتواجدوا بشكل كبير جدا عشان عايزين يدافعوا عن ناديهم. عايز اقول ان الاجراءات اللي احنا خدناها، يمكن النادي فيه قضاء وفي ضباط شرطه وفي ضباط جيش، والمسؤولين اللي جوه النادي اللي معاهم سلاح مرخص، النادي كله دلوقتي من معاه سلاح مرخص شايله علشان خاطر لو حصل اي اعتداء يتم الدفاع الشرعي عن نادينا. عايز اقول ان خلال 72 ساعه اللي فاتوا النادي تم تزويده بادوات وتقنيات خاصه بمكافحه الهجوم ده بشكل كبير جدا مثلاً، بشكل وحاجات تانية. يعني الناس قلقانه ولا لا خالص؟ انا زي بس ما عرفتوش تمسكوا حد الناس اللي موجوده او كده من طبعا البلاغ اللي تقدم، والنهارده اتقبض على مجموعه منهم وفي الطريق للقبض على مجموعه منهم. لكن انا برضو بقول وبحذر، النادي مش زي زمان، النادي دلوقتي اللي هيقرب منه هيدفع الثمن غالي.
حضرتك جدا. زي ما حضرتك سمعت يا استاذ معتز، يمكن دي بعض الشهادات لبعض اعضاء النادي اللي كانوا متواجدين هنا ساعه اقتحام اللي دخلوا هنا، اللي هم بيقولوا تقريبا عددهم بيتراوح ما بين 60 لحد 100، والنادي يعني يمكن الاجواء رجعت لطبيعتها والناس متواجده عادي وما فيش اي مشاكل خالص داخل النادي. طب يعني هو بسرعه كده يا لميس، انا ملاحظ ان يعني اعضاء النادي اللي انت كلمتي معاهم على الاقل عندهم يعني شعور بان هم مش هيسمحوا لاي تجاوزات ولا اي انفلات، هم خلاص خدوا قرار ان ده ناديهم وهيحموه ومش خايفين من اي تهديدات. انت شعورك ايه وانت قاعده يعني نقول ايه في وسط نادي الزمالك؟ شعورك ووصف لنا الجو العام يعني. والله يا استاذ معتز، يعني هو النادي يمكن اجتماعي يعني اجتماعي بشكل كبير، يعني كل الموجودين هنا اسر، يعني تلاقي اسره كامله، ام واب واخواتهم واولادهم، اطفال كتير، يمكن عشان هنا في العاب كتيره يمكن، فتحس انك قاعد في وسط يعني نادي اجتماعي اسري جدا، ناس مسالمه جدا، يعني حتى طول ما انا قاعده الناس ما تعرفش ان انا ليه علاقه بالكاميرا، تلاقي اللي معدي يسلم واللي معدي بيضحك، يعني الناس هنا تقريبا عارفين بعضهم او لطاف، بيعاملوا بعض بشكل كبير بشكل لطيف يعني، واجتماعيين اكتر مع بعض، فيعني طبعا الموضوع هنا بمنتهى الامان، يعني انا ما حسيتش باي حاجه، انا حاسه ان انا داخله نادي عادي جدا ما فيهوش اي مشاكل، ولا كنت قلقانه من حاجه ولا في اي مشكله خالص، يعني الناس متعاونه كمان جدا، واللي رايح واللي جاي تشربي ايه، ويعني في ترحيب، يعني الناس لطيفه جدا مفيش حاجه. تمام، بشكرك على التغطيه دي من نادي الزمالك، مراسلتنا لميس سلامه، الف شكر. وارجع مره ثانيه للاستوديو وضيفي المستشار مرتضى منصور. تعالى نقفل الملف ده شويه. بس شفت الستات الرجاله المدام اللي طبعا اللي كلهم كده بقى انا قلت اللي مستغني عن نفسه يقرب بالنادي الزمالك ليه؟ انا راجل مسالم قاعد زي ما قالت لك اسر محترمه، سيدات افاضلات اطفال كلهم قاعدين في منتهى الاحترام. حضرتك هتعتدي هتشوف اللي عمرك ما شفته في حياتك. وانا النهارده راجل قانون بقول تاني، حق الدفاع الشرعي عن النفس وعن المال، هتضرب طلقه هتاخد طلقه، هتضرب خرطوشة تاخد خرطوشة، هتضرب سنجة تاخد سنجة. أنا بدافع عن أعضاء النادي، واخد بالك؟ وده جزء الأعضاء هيبقوا مسلحين؟ ما أنا عندي أنا مثلا حضرتك مذيع معاك طبنجتك خش المشكلة خلاص سمحت هتسمع خلاص سمحت مش ضابط شرطة عضو يا بيه سمحت مستشارين وصحفيين كلهم تقريبا معاهم سلاحهم ومرخص ده بالإضافة إن أنا سيد وزير الداخلية وقال لي أقدم طلب 30 رخصة سلاح للأمن بتاع النادي سلاح ناري ده غير الحاجات اللي جت اللي قال عليها سيد بيه إن إحنا جاهزين وكاميرات اتحطت على كل الأبواب خلاص وإحنا جاهزين تمام يعني حضرتك هتقرب من البوابة واخد بالك فكر 100 مرة أنت وأبوك وأمك يا مشاغب أنت ومساكن وشبرا والأشكال دي وتزلة ومتزلة وبحر والأشكال دي تمام فكروا تمام هنسيب الملف ده شويه بس انا عايزك يا ريت عندنا شوف الشغل اللي احنا عملناه الحمد لله الست كانت بتتكلم انا جايب لك بس احنا نادي الاجتماعي قربنا نخلصه عندك انا جايب صورته بعد ما اولا كان في مدونيه للمقاولين العرب كان الاخ ممدوع بس سددتها وقربوا يخلصوا عايزك بس توري الناس الشغل اللي احنا عاملينه حضرتين اطفال جايبها لهم من امريكا هنعرضها هنعرضها حضرتين اطفال هنعرضها واحنا بنتكلم حمامين سباحه جداد من نادي الزمالك من 64 ما فيهوش الا حمام واحد حمامين سباحه اتعملوا جداد احنا بقى لنا شهرين ونص واخد بالك يا استاذ معتز والمقر بتاع النادي في اكتوبر خدنا الرخصه وحضرتك هتشوفه يمكن برضو في تصوير يا ريت يجيبه لنا موجوده الاستاذ يعني متى يخرج هذا المشروع الى النور؟ 6 اشهر باذن الله بالكثير ويبقى في حمامات سباحه دي ادي الصوره اهي دي البوابات النادي الجديده ده نادي 6 اكتوبر اهو دي صورة ده 6 اكتوبر ده الماكيت بالظبط يعني. كده 6 اشهر الناس تيجي تستلموا مني ان شاء الله ده الاستادات يعني ده وعد طبعا ان شاء الله انا بوعد بنفذ على طول طيب دي بص هنا ده بقى هنا في حمامات السباحه لا ده لسه متهيألي 6 اكتوبر انا بس عايز يجيب لي ده كل 6 اكتوبر اول ما هتيجي الصوره مفيش عندنا تاني لغايه دلوقتي معلش هم بيدوروا لا عندنا مبنى الاجتماعي الجديد تمام استاذ مرتضى في ناس بتسال هل يرشح مرتضى منصور نفسه كنائب في البرلمان اللي جاي
انا نزلت من امساء 90 بنزل دقي وعجوزه، وبعدين انتقلت دايرتي تميدة، ثم دايرتي لما كبرت اجل المحترمين ومن غمر المحترمين. ان شاء الله باذن الله، بامر الله باذن الله. وعلى فكره كل انتخابات انا خطها نجحت فيها، حتى اللي كانت ضد امير عثمان 90، انت عارف ان انا خدت حكم ان انا اللي ناجح. حتى ضد الاخ اللي بتاع سرق البنوك ده، وللاسف معتز في ناس في الحزب الوطني محترمين جدا جدا. وفي ناس فاسده. لا، اللي بيرشح نفسه في بعض برضه، عشان بعض اللي عايز يرشح نفسه اللي كانوا بلطجيه الحزب الوطني. خلي بالك. يعني اللي كانوا بيبلطجوا لمرشحين الحزب الوطني، سادة عايزين ينزلوا، دي الكارثه. يعني في واحد كان بيبلطج للولد بتاع الحزب الوطني، تمام؟ عايز ينزل، ده انت بلطجي فاسد. فانا عايز اقول ان شاء الله انا بفكر انزل يا اما في اجا ومدغمر، يا اما في دائرتي الاولانيه دقي العجوزه. دي طبعا هكررها مع سواء ناسي هنا او ناسي هناك ان شاء الله. يعني حضرتك ليك الحق انك تترشح في الدايره دي، دي او دي او في دي، لان هدو مجلس الشعب. وكان في قانون هتعمل الجديد انك ما تترشحش الا في محل سكنك. لا، انا هدو مجلس الشعب عش محل سكن، هدو مجلس الشعب عن مصر كلها. يعني لو في مشكله في اسوان، في قنا، في سوهاج، في اسيوط، في المنيا، في بني سويف، في الفيوم، انا مسؤول. طيب بسرعه برضو، لان احنا يعني ما بقاش قدامنا وقت طويل قوي، انما احنا قاعدين معاك. الكلام دلوقتي على مصر الجديدة وعلى فرص عمل للشباب، عشان الشباب العاطل ده يعني قوة مدمرة جوه أي مجتمع. نعم بالظبط. طيب احنا امبارح حضرتك يعني وكراجل شاهد عيان على حدث مهم، وهو تدشين محور قناة السويس الجديد، حضرتك قلت لي انك عندك بعض المشاهدات. اولا انا يعني بفضل ربنا طبعا بشكر ان انا كنت يمكن رئيس النادي الوحيد اللي تم دعوته في هذا، لانه انا عايز بس خدوا نماذج، مجموعه من نماذج فنانين رموز المجتمع يعني. كده انا خايف على السيسي، خايف على السيسي. انا بصراحه ما عجبنيش اللي حصل امبارح في اللقاء الاول. معلش قول لي بقى، فهمني. السيد رئيس الجمهوريه لما يخش يلقي الكلمه بتاعته، ما حدش يخش بعده ولا يخرج من القاعه. كلامي واضح؟ ده راجل قوى الشر كلها عايزاه. ما ينفعش رئيس الجمهوريه وهو بيلقي خطبته حد يخش القاعه او حد يخرج من القاعه. ده كلام ما فيهوش هزار، لان السيسي مش ملك نفسه. ده ملك ملايين المصريين اللي انتخبوه او اللي ما نزلوش علشان ما عندهمش بطاقه. واخد بالك؟ فما ينفعش القاعه تتفتح وتتقفل والراجل بيلقي كلمته وحد يخش ويخرج ايا كان. تمام. ده كلام غير قابل للنقاش ومطلوب فيه تحقيق. تمام. اتنين، انا بسال السيسي بقى نفسه، هو انت قلبك ده ايه؟ ده راجل لما رحنا بقى نقلونا، خلي بالك على فكره، شوف بقى البذخ بتاعهم. فاكر انت في القناه السويس الاولانيه لما جت ملكه فرنسا اوجيني وجابوا بقى كافيار وبتاع، كان فول وطعميه امبارح. ما هو ده الواقع. يعني يا سياده الرئيس، بعد ما ركبنا مركب وجينا بالعربيات من مصر الاسماعيليه، في الساعه 2:30 او 3 بعد ما خلصنا، يجي فول وطعميه وجبنه بيضه، طبعا تمام ما فيش مشكله. بس عايز اقول للناس، ده مؤسسه سياسه جديده، لا في عندها بذخ ولا بقى جابوا لنا مثلا على الاقل كباب ولا ريش ولا بتاع، والله كده فول وطعميه وجبنه، والساعه 2:30 او 3 الظهر. بس انت يعني بتحب الفول والطعميه. انا ما اكلتش بصراحه. مش عشان حاجه، عشان فول وطعميه بتكتم على النفس، فكنت انام في العربيه وانا راجع، واخد بالك؟ ليه بقى؟ الراجل ده غريب جدا. ده راجل ما بيخافش. سيبك من الموقف بتاع القاعه. ده راجل راح نازل كده في وسط الناس، في وسط الولاد والشبان وهم بيفجروا. ومحدش زق حد. انا بيت مستغرب كده لوحده. يعني انا في مجلس الشعب، انا شفت مشهد لحسن مبارك لما وقع. انا علمك عمري ما شفت حسن مبارك في حياتي اللي بيقولك ده حبيبه، الا هو في مجلس الشعب بيخطب لما كان بيجي يفتح الدوره البرلمانيه. الكلام ده على فكره كان حوالي مثلا 97 8. لا، لما وقع كان 2002. كان 2002 لما وقع ولا راح المانيا اول مره. اقسم بالله، هو وقع من هنا، انا لقيت مش عارف ناس نازله من الدور الثاني بتاع شرفه الصحفيين، نزلوا ازاي؟ كتفونا كلنا، ولا وزير قدر يطلع من القاعه. هم نقلوا حسن مبارك بره، ولا وزير قدر يطلع. يعني فاروق حسني جه مش عارف ايه، اقعد اتكتف. تكتيف كمان، اتكتف. فتحي سرور خرج بالعافيه. يعني تجديد امني يعني خلاص، غير مسبوق، غير مسبوق. اللي انا شفته الراجل ده غريب جدا. ايه قلبه ده؟ قال لك هنبدا بقى خلاص. راح نازل
لو انت هينزل وعايز اي حد يروح يروح على فكره, ما حدش منع لازم ينزل يفجر ما يفجر ما خافش. ادي واحد. اتنين, انا بطلب من سيادته ما عادش يقرا من ورقه. يا سياده الرئيس, عندما تتحدث بتلقائيه منك للناس بتوصل للقلب على طول, التاثير بيبقى يا سلام اقوى بكتير واسرع. اقسم بالله العظيم انا اشوفه طبعا لما بيقرا من الورقه وبشوفه طبعا انا راجل يعني سياسي قديم. انا كنت رئيس مجلس في الجامعه من سنه 70. لما بيتكلم كده بطبيعته وبيحذر ويا مصريين والمقاولين يجوا لي هنا, اولا هو راجل ذكي, انا مش بجامل مش عايز منه حاجه, انا تمام رئيس نادي الزمالك 100% يعني, ومحامي هيعمل لي ذكي جدا, مش عايز حاجه من رئيس الجمهوريه خالص غير انه ربنا يوفقه والشعب يفوق. تمام. واقول اطلب منه حاجه دلوقتي مش ليا يعني. ذكي جدا, دمه خفيف لما هو بيكون تلقائي, كلامه مرتب, عارف يقف امتى ويكمل امتى, عارف ينقل الموضوع ده الموضوع ده ازاي. لكن لما بيقرا الورقه من الورقه قدامه, انا بحس ان مش ده عبد الفتاح السيسي اللي القلب بيروح له, انا بحس عبد الفتاح السيسي اللي العقل هو اللي بيروح له. لكن لوحده كده تلقائي بتلاقي العقل والقلب. ليه بقى طلبت منه؟ اولا المشروع اللي عمله ده, انا مش عاوز اقول ايه, ان انا بدات شغلي يعني, احنا زي بقى احنا تقريبا بادئين مع بعض. حضرتك لما تروح نادي الزمالك دلوقتي مش هتعرفه من المشروعات اللي اتعملت, بنيه تحتيه وكهرباء وزقاعه داخليه وحمامات سباحه ومبنى اجتماعي, خلاص هو ابتدى يشتغل من اول يوم. انا بطلب منه دلوقتي واحد, الناس اللي بتبيع في الشوارع, الناس عايزه تحس الناس دي راحت في مكان امين, عشان انا النهارده هو من حقه يبيع عشان اكل عيشه, وانا من حقي كمواطن امشي في الشارع وامشي على الرصيف. ادي واحد. اتنين, سياده الرئيس, مصر بتمر باسوأ ظروف في تاريخها اقتصاديا, الامن يعني بيعافر عشان في وزير داخليه ما بيخافش وظباطه واقفين معاه. لو ما تفرضتش حاله الطوارئ في الظروف دي اللي عندي في ليبيا وعندي في العراق وعندي سوريا ومحيطه, واللي بيحصل لي من غزه, اللي طبعا انا ضد الضرب الاسرائيلي الواقع, يمكن انت عارف ان انا هديت كاس مصر حتى لفلسطين في غزه. كل ده بيحطم مصر, وعندك عيال صايعه بلطجيه لو حصلت خناقه في الشعب يضربوا بعض بالنار. الولاد اللي اقتحموا نادي الزمالك, لازم قانون الطوارئ, حاله الطوارئ تتطبق بعد اذن حضرتك على الارهابي والبلطجي من فضل حضرتك, لان احيانا القانون العادي لا يسعف النائب العام, رغم النائب العام برضه بيعافر هو المساعدينه, واحيانا لا يساعد الشرطه. حضرتك هتقول لي حقوق الانسان, حقوق الانسان مع المواطن الشريف المحترم اللي ليه مظلمه او طلب في الاسم يروح يعامل بكل احترام. هتقول لي العيال بتوع حموم الانسان اللي بيقعدوا من بره ولا لهم لازمه عندي ولا لهم قيمه؟ هقول لك حاجه, لما حصل الاعتداء على الولد السافل اللي اعتدى على العيال اليتامى وشاتهم بالرجل, سمعت عن حد عن حقوق الانسان؟ محدش نطق. اطفال الشوارع اللي بيناموا تحت الكوبري, الغلابه اللي هم ضحيتنا, ضحيه المجتمع, محدش نطق. حضرتك كرامه الانسان, لما يكون انسان محترم رايح اسمه تحفظ كرامته, انما واحد بيضرب نار في الشارع, واحد بيقتحم نادي, واحد بيقتل ضابط, واحد بيموت عسكري, فانا بطلب هل محتاج قانون حالة الطوارئ تفرض على مصر مرة تانية, ولا محتاج تفعيل القانون اللي موجود؟ بص, أنا 5 سنين في أجل الشعب هات المضابط ضد قانون الطوارئ. أنا ضحية قانون الطوارئ زكي بدر البلطجي لما اعتقلني 3 أشهر عشان ضربته. بص يا معتز, حالة الطوارئ, قانون الطوارئ ده موجود, حالة الطوارئ هي بتفرض. مصر في الظروف اللي فيها ديا, القانون العادي الإجراءات الجنائية لا يسعفني ولا يسعف في النائب العام ولا يسعف في الداخليه. خلينا نتكلم بصراحه, وانا ليه بكلم رئيس الجمهوريه, لانه في يده سلطه التشريع. اي حد معترض يد ما يبص, حقوق الانسان ده 10,000 واحد. طيب راجل رئيس وزراء بريطانيا ليه؟ لما يتعرض امن بريطانيا للخطر ما حدش يكلمني عن حقوق الانسان. تمام. حضرتك جبت سيره خالد الغندور من شويه. خالد دلوقتي طلب المداخله. خليه اتفضل. وهو معاك دلوقتي, وانا يعني عارف كويس قوي ان حضرتك استاذ مرتضى منصور
يعني رغم انك يعني سريع الغضب وانما برضو تحب الحوار وتحب المناظره. بص المكالمه بتاعت الراجل اللي شغال مع حسام مسجله وبيقول خالد الغندور سمح عشان اصحاب القناه المسيحيين. ايه رايك بقى يرد؟ ايوه يرد، مشكلته بقى طيب كابتن يرد على يرد على المعد بتاعه على المعد واحب احب اسمعه المداخله. خالد من نجوم النادي الزمالك على فكره. لا خالد انا شغلته اول ما اعتزل، انا عملته ماتش اعتزاله تقريبا وشغلته مدير شؤون لاعبين. طيب يعني خالد الحقيقه اعلامي برضو دلوقتي زميل ومقدم برنامج بره الصندوق على الاون تي في وزميل عزيز. اتفضل يا خالد مساء الخير. مساء الخير يا استاذ معتز، ازي حضرتك؟ وازيك يا استاذ المستشار؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اتفضل. انا بس عايز اقول يعني طبعا بكن كل الاحترام للاستاذ المستشار مرتضى منصور، لانه قبل ان يكون يعني حد انا بحبه شخصيا هو اساسا رئيس نادي الزمالك، وده رمز، فلابد ان يحترم رئيس نادي الزمالك لانه رمز لملايين من الناس بيحبوا النادي. طبيعي. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا في برنامج اعلامي في قناه محترمه جديده رحتها، هي قناه اون تي في، موجود فيها ناس محترمين جدا على راسهم استاذ البرت شفيق اللي هو مدير القناه. وانت عارف يا استاذ معتز ان مهنيا مع اي حد بيتكلم على اي شخص من المفترض ان اي شخص له حق الرد. ممكن الشخص ده ما يكونش متفق مع اي حد، ما يكونش متفق معايا انا شخصيا، ممكن انا اكون شخصيا بهاجم شخص فالشخص ده يتصل ويقول عايز حق الرد. بدليل مثلا ان سياده المستشار مرتضى منصور مثلا يعني لو حد مثلا صحفي صغير تطاول عليه مثلا في جورنال، فالمستشار مرتضى منصور بيكلم رئيس التحرير وبيقول له انا لي حق الرد في نفس الصفحه في اللي تم الهجوم عليه. انت عايز تقارني ببلطجي اتحبس النهارده يا خالد؟ لا لا لا، عايز تقارني بعيل البلطجي صايع؟ انا بقول حق النيابه حبسته النهارده. اسمع بس، النيابه حبسته النهارده واتوجهت له كلمه الشرع في القتل والبلطجه. عايز تقارن مرتضى منصور اللي كان رئيس محكمه ورئيس نيابه واصغر مؤلف في القانون وعضو مجلس الشعب وعضو هيئه برلمانيه دوليه، بعيل صايع فاتح طيب ارزق؟ انا مش هقارن حضرتك طب اسمعني، مش هقارن حضرتك. حضرتك تابع على الهواء مباشره، الم تمنع كاميرا خالد الغندور بسبب ان انا سمحت لشريف حبيب انه يرد على حضرتك وهو رئيس نادي المقاولين؟ ده راجل صايع برضه. مين جاب شريف عرمان ومال شريف حبيب؟ ما حضرتك زعلت ومنعت الكاميرا وقلت لي شريف حبيب ليه؟ وحضرتك اتكلمت عليه برضه يا سياده المستشار. انا ايه ذنبي؟ طيب. يعني انا دلوقتي حضرتك اتكلمت على شريف حبيب، شريف حبيب اتكلم انا عايز ارد، حضرتك زعلت ومنعت كاميرتي برضه. لا انا ما منعتش كلام. بص يا خالد، دلوقتي جاي ترد على شريف حبيب ولا ترد على الصايع اللي انت جبته امبارح واول امبارح؟ ايه اللي ادب علينا؟ سؤالي واضح. دلوقتي انا كلامي واضح. الاخ حسام اسمع بس، الاخ حسام المعد اسمع بس، انا عامل مداخله انا ارد واقفل. هو خليه نسمع منه. الاخ حسام المعد بتاعك متسجل له مكالمه بيقول فيها الاتي: ان خالد اضطر يدخل على الصيع دول عشان هاني شكري المسيحي كلم البرت شفيق المسيحي، كلم نجيب ساويرس المسيحي، وانا طبعا ضد التعصب. ده اللي اتقال. حضرتك بقى اسمع اسمع المكالمه. طيب الكلام ده مش حقيقي يا سياده المستشار. اتفضل. حضرتك هو انت حضرتك بتسجل للناس يا سياده المستشار؟ يعني مش حضرتك انت هتحاسبني؟ انت مين انت عشان تحاسبني؟ طب حضرتك انت مين انت؟ ثانيه واحده بفضل، ثانيه واحده بفضل، انت هتحاسبني يا ابني؟ انت مين انت؟ طب هو بيقول لك فين التسجيل ده؟ انا عندي التسجيل هبعته لك. طب هات لك التسجيل. طب خالد كام بتسجل ليه للناس؟ طيب انت مالك؟ دي مش مشكلتك. هو ده يعني اسلوب اي حد يكلمك تسجل له يعني؟ انت ما ولا انا كلمني، انا اقسم بالله ما كلمني انا، وانا ما بسجلش حد. انا مش شوف يعني شوف هو كلم مين واللي كلمه هو اللي سجله. طب وحضرتك زعلت ليه لما دخلت مواد شريف حبيب عشان يرد على حضرتك؟ انت مالك مواد شريف دلوقتي؟ بتدخلني في شريف حبيب؟ ايوه عشان حضرتك دلوقتي. انت مشكلتك ايه دلوقتي؟ حضرتك بتزعل مني؟ اسمع بس، انت وكل الاعلاميين اللي هيتعامل مع العيال البلطجيه دول مالهمش يتعامل مع نادي الزمالك. دايما حضرتك من حقك ان انت تنتقد الاشخاص، من حق الاشخاص ان هم يردوا على حضرتك. يا ابني بلطجي انت، بتهرج؟ انت جاي بتهرج؟ واحد بلطجي ضرب ناس نار على الناس. ليه بهرج؟ ليه بهرج؟ ايه بتهرج ليه طيب؟ واحد ضرب نار، النيابه العامه حبسته النهارده، ده اربع ايام اللي انت استضافته يا سياده المستشار البريء، متهم بريء حتى تثبت. يا سلام، يعني النيابه العامه دي بتهرج؟ يعني حضرتك متاكد ان هو خلاص محمد مرسي بريء بقى، وحازم اسماعيل بريء، وكل الناس دي بريئه لغايه تطلع احكام.
احنا هنجيب الكلام انت عارف كويس قوي انا ضد اللي اقتحم نادي الزمالك ده مجرم وبلطجي والنيابه حبسته. كمل يا خالد انا عايز اسمع معلش المداخله اللي اقتحم. بص يا استاذ اللي اقتحم يا استاذ معتز اللي اقتحم نادي الزمالك ده مجرم وبلطجي ولابد ان يعاقب. اللي بيكسر اللي بيموت لابد ان يعاقب. بلطجي خلينا نسمع بس كويس. لكن في النهايه انا بقول ان كل واحد له حق الرد بغض النظر انا بتفق بختلف معاه لكن انا في النهايه بكن كل تقدير واحترام لكل الناس وبرنامجي مفتوح يا استاذ معتز. مش حضرتك في يوم من الايام استاذ مصطفى مرتضى منصور كان معاك واتكلم على ايمن نور فقلت له لا الراجل مش موجود صح ولا غلط وطلع ايمن نور اللي انا قلته خاين وجاسوس انا ما بختلفش وطلع كلام انا صح ودورك يا معتز اهو يا استاذ المستشار مهنيا وطلع خاين وجاسوس ما كانش موجود مهنيا يا سياده المستشار انا بتكلم مهنيا يا استاذ خالد كلامي واضح مهنية. يا استاذ خالد كلامي واضح انت حر في برنامجك ومجلس الاداره حر يتعامل مع مين حضرتك هتتعامل مع البلطجيه دول واحد النيابه العامه حبسته النهارده اربع ايام بعد ما وجهت له الشروع في القتل والبلطجه والسرقه بكراه وحضرتك استضافته انا بص حضرتك حر تماما انت رئيس نادي الزمالك وحر تماما انت تتعامل مع اي اعلامي او لا تتعامل معاه دي حريه شخصيه انت راجل انتخبك الجماعه العموميه لنادي الزمالك بس نادي الزمالك مش جماعه عموميه بس نادي الزمالك 30 مليون يعني في ناس مش مشتركين بيحبوا يعرفوا اخبار النادي ده مشكلتك ايه لغايه دلوقتي طيب انت زعلان انت زعلان اللي بيقول لك اديله فرصه انه يطبق قاعده حظر الرد في الاعلام لا اي اعلامي هيستضيف عين البلطجيه دول انا بقول كلامي واضح مجلس الاداره مش هتعامل معاه طيب على العموم بس انا بشكرك يا معتز شكرا بشكرك ان انت اديتي حق الرد لان انا في النهايه عندي برنامج وهطلع بعد خمس دقائق وما حبيتش ان انا ارد في برنامجي يعني انا حبيت ان انا ارد وجود مستر المستشار خلاص انت برنامجك شريع يا اخي خالد كل واحد يقول لك برنامجي برنامجك ايه خلاص مادام في شاشه ما اسمه برنامج هو الراجل الملايين اللي بيشوفوك شكرا خالد الغندور شكرا على المداخله وبالتوفيق في برنامجك برضه ما انكرش اللي انا قلته ان استضاف بلطجي اللي اتحبس النهارده بتهمه الشروع في القتل والبلطجه اتنين ما انكرش الواقع اللي حسام المدير بتاعه بيقول لك انا والله ما سجلت لحد ده هو كلم واحد والتاني اللي سجله وجاب لي البتاع التسجيل بتاعه قال بالحرف كده خالد ماله ذنبه ايه المعيد بتاعه ده هاني شكري المسيحي اللي انتم مشيتوه من المجلس هو اللي بيعرف العيال دول اللي هو المجرمين البلطجيه كلم البرت شفيق المسيحي بجامله كلم نجيب سوير هو اللي قال كده مش انا ممكن يكون الكلام اللي قاله المؤيد ده بس عايز اقول لك الحاجه يا عم انا شايف تكرار الجمله دي مش في مصلحتنا كمصريين لسبب صغير لان انا عارف البرت شفيق وعارف الناس دول ولا هم مسيحيين دول مصريين انا قلت ايه قلت ونجيب سوير قلت نجيب سويرس مصري وطني صحيح تمام هو بقى يحاسب المؤيد بتاعه ما يجيش يكلمنا انا تمام لكن انا قراري واضح اي حد اي اعلامي ايا كان هيتعامل مع البلطجيه دول في استضافه بالتليفون هيطلع لهم بيانات ملوش علاقه بنادي الزمالك زي ما حضرتك حر في جورنالك او تلفزيونك انا نبهت على المجلس عندي وخدنا قرار وعلى الجهاز الفني والاداري مش هتعامل معاك بص استاذ مرتضى اصل المعركه مش معركه انت حقك كراجل رئيس نادي الزمالك انك انت تتخذ من القرارات ما تراه مناسب ليك وللنادي المعركه دي مش هو معركة. بقى ما افتكرش ان هو يقعد مع المعدي معتز المعركه مع العيال البلطجيه مش معركه انا معركة بلد البلد دي فيها المسجد وفيها الكنيسة وفيها الجامعة وفيها المدرسة وفيها الأب وفيها الأم وفيها أنا وفيها النائب العام وفيها الداخلية وفيها الإعلام دي معركة خلاص العيال البلطجية دول استفحلوا وقضوا والعيال التانيين المؤدبين المحترمين مش قادرين يتكلموا وقضوا على الجماهير في المدرجات فإحنا في معركة كلنا يا إما الولاد دول ننهيهم خالص بالقانون يا إما خلاص نلبس طرح بقى ونقول لهم اتفضلوا خدوا البلد وده مش هيحصل مرتضى منصور عمره هيلبس طرح تلبس طرحه ايه بس الكلام ده استاذ لا ما هو بقول لك اهو لا انا عايز اقول لك يعني هم العيال دي ايه يعني اقرا بياناتهم يقول لك هنخش غصب عنه هنضرب وزير الداخليه مين رئيس الجمهوريه لا الكلام ده عند امك هناك عند واحد ست والدتك روح العب معاه وبعدين العيال دي بتصرف ما يجوز امه ست طيبه اقول لك حاجه يجوز امه مش راضي على اللي هو بيعمله امه تجيبه وتقول له ابوه يقول له بس عارف اللي بيحصل ايه بيضربوا الاب والام بيضربوا انا اللي بقول لك معلوماتي من عندهم جوه الترامادول اللي خلص عليهم بيضربوا الاب والام يا بيه انا وريت لك الصوره رايحين النائب العام عيل محبوس في النيابه مثلا رايحين يكسروا مكتب النائب العام انا وريتك الصوره طيب خلاص احنا قتلنا هذا الموضوع بحثا بقالي وقت قصير جدا ومش قادر ما اسالكش على ميدو وحسام حسن ميدو انت يعني لما مشي بخناقه ولا مشي ب, ب, ب يعني طيب. هل هيرجع هل ميدو عندي معلومه ان هو
معلش مستحقاته المالية 3 مليون جنيه ده صحيح؟ برضو ما كانش عندنا مش كل الفلوس اللي هدمت دي قبل كده ما عادش عندها مش عندك يعني مش عند مجلس الاداره بس هو مشكورا ان تنزل عنها يعني هو قدم طلب بتنزل عنها فعلا محترم لكن انا عايز اقوله شوف انا مشيت حسام وجبت حسام مظبوط تمام مشينا طارق السعيد جبنا طارق سليمان مفيش مشكله اصلا يعني مشيت احمد حسام وجبت حسام حسن مشيت احمد بتعمل... مشيت احمد عبد الحليم وجبت عبد الحليم علي انت مستمتع بالحكايه دي لا انا عايز اقول لك يعني الصدف الغريبه يعني خلينا نطلع من الجو التوتر بتاع لا بالظبط انا عايز انا عايز الناس تفرح في النادي والله يا اخي صافي نركت معانا امبارح وما كناش متوترين خالص انا عايز اعرف هم عايزين يرحلوا البنت دي ليه يعني وزيرة الكوى العاملة سايبة العمال اللي بينضربوا في ليبيا وسايبة العمال اللي في الشوارع وسايبة تقول ده بتقول لك عايز ارحل صافي نار هي مين الوزيرة اصلا الوزيرة اسمها ايه لا الوزيرة بتاعت الكوى العاملة حد يقول لك ناهد العشري دي ناهد العشري كانت شغالة فين قبل كده كانت طول عمرها كادر يعني معروف مش دي اللي اعترضوا عليها العمال لما جت هي دي اللي لما عملوا اضراب وبتاع يا عم هي مصر يعني احنا مش عايزين بهايفين يا جماعة يا جماعة واحد راح عمل بدلة طب ما في ممثلات رقصوا بعلم مصر اقول اسماء ولا حد يتكلم ولما راحوا 36 كانوا لابسين بعلم مصر خلاص طب ما علم اسرائيل كان للاسف موجود في التلفزيون 30 حلقه في البرامج احدى البرامج محدش يتكلم ليه يا ست ناهد عشري كبري دماغك عيب ان احنا صعبان عليك سوفينار ما عملتش حاجه ما عملتش حاجه بس حتى لو ما عندهاش تصريح بممارسه العمل هنا في مصر يا بيه ما عندهاش تصريح تطلع تصريح لكن انت واحد بتقول ايه اصلها لبست علم مصر واخد بالك طب ما الست فيفا عبده الست يعني المصريه الجميله دي ياما علم مصر يعني يا جماعه سيبكم الكلام ده طب عملتوا ايه لما الولد حرق علم مصر مش انا اللي طلعت برضه قلت اتحرق ايده بس اتحبس انت بقى لما انا قلت مين على حرم مصر ده علقوه من رجله ميدان التحرير انا برضو اللي قلت خد بالك فانا عايز اقول يا جماعه عايزين نبطل هيافه طب اقول لك حاجه طب ما في ممثله اسمها هند صبري كتبت مسلسل في رمضان قالت مصر دي بلد زباله ما ترحلوها لا مش هي اللي قالت دي الشخصيه اللي هي بتجسدها بس هي اللي كاتبها كاتب السيناريو لا هي انا اللي كاتب انت كان اللي كاتب لا هي قالت انا اللي كاتب اسمع بس عند صبري دي ممثله يا بسمع بقى يا ليه اسمع بس انا عشان خاطري وبتعمل مدام اعمال مدام روعه بص مدام بتحاسب الناس مدام طب ما تحاسب الممثلات اللي حولوا بيوت مصر بيوت دعاره في رمضان من مسلسلاتهم اللي تقول لها انت وسخه وانت مش عارف واللي يقول لها انا عايز اركب المرجحه ها ايه بيوت الدعاره اللي نزل اللي دخلت لنا دي رمضان مرجحه ايه الواد اللي اسمه ايمن ده اللي مرجحة. بيقول للبنت جنبه في مسلسل مش عارف اسمه سجن النساء ولا مش فاكر اسمه ايه لا بقى انا نفسي اركب المرجحه بقى ايه ده ايه السفاله دي ما تشوفوا بيوت الدعاره اللي اتفتحت للاسف في شهر رمضان في كل بيت مصري ها يعني هندخل كل يا معتز المصريين ندخلهم يا ريح احترموا نفسهم هي دي مصر بقى تحافظ عليها انت طلعت مصر قدام العالم العربي كله ان احنا كلنا دعاره وبلطجه وسنج وسيوف ومطاوي وابن الحلال وابن زف ايه ده ايه العرف ده وشوف الاعلانات اللي اتعملت في رمضان يا معتز طب تفسر طلع شعب مصر شعب ايه يا استاذ مرتضى منصور نسب المشاهده العاليه للمسلسلات دي وتفسر ايه نسب المشاهده للافلام البورنو العاليه جدا يا استاذ معتز عيب عايز انا فين يعني يا جماعه الحريه مش الفلات الثوره مش فوضى الباكبورت ضرب انا اسرتي قاعده في البيت تبقى مراتك قاعده وتلاقي البنت تقول لي لا على فكره انا وسخه ايه ده فين ده واللي لابسه ولا مغزى بتاع هنا طالع واللي لابسه هنا طالع واللي عمله طبعا اخونا رامز ده شروح في قتل كل حلقه يقول لك ايه انا مجنون وعايز اتعالج طب يا رامز انت مجنون طب ما تعالج في المستشفى تعالج على يعني تعالج يعني تقبض فلوس واللي حصل ده ايه حلم بكر افرض عامل عمليه قلب مش ممكن يموت ولا مش ممكن يموت بس معقول يا جماعه اللي اتقال ان الفنانين دول بيتقاضوا اجور وبيردوا نظير هذه الاجور الباهظه وان هم في الاخر بياخدوا زي ما تقول الموافقه منهم على ان تذاع هذه الحلقات طيب يطلع بقى يصرخ والولية تصرخ والقهوتي والحقوني البنت بقى جميله كده وحاطه روج وبتاع وعامله نفسها نجمه وستار عماله تلطم يا اما بتمثل تبقى نصابه يا اما حقيقي بتبيع روحيتها وروحها يا راجل الحاجه الوحيده قالك لو الطوفان جالك حط ابنك ايه تحت رجليك البحر ما فيهوش هزار طب لو المستشار مرتضى منصور اتحط في الموقف ده كنت عملت ايه تلعب مع الاسد
تلعب مع القرش. انا فاكر انا قلت لمحمد مرسي ايه ما تلعبش مع الاسد، وكان مرسي موجود ولا كان بره؟ لا كان موجود، كان موجود. قلت له انت قلت لي ايه الاسد ايه؟ كان موجود. قلت له يا مرسي ما تلعبش مع الاسد. قلت لي يا اسد، قلت لك قضاه مصر ونهايتك على ايد الاسد مصر قضاه مصر. حصل وكلامي كان قبل 30/6 بشهرين. لو عمل رامز معايا الكلام دول بس هو انا مربيه واخوه صاحبي وابوه صاحبي. ايوه دخلنا في القلب الطيب. هعمل ايه بقى؟ هوديه المستشفى اعالجه. هو بيقول لك يا جماعه انا مجنون، انا عايز اتعالج. تتعالج يعني تاخد ملايين. يا تنكر ان البرنامج هو وبرنامج فوقش كانوا بيتشافوا بغزاره شديده في رمضان؟ تنكر انت نفسك كنت تنكر. انا كنت شايفك كنت قاعد بتتفرج. تنكر تنكر ان صافي ناز كان في رئيس الجمهوريه عليه كلمه سابق يعني مؤقت. كان في كلمه بيوجهها للشعب. وهي كانت ضيفه في برنامج. الناس كلها اتفرجت على صافي ناز وسابوا رئيس الجمهوريه. خلاص بقى نعمل ايه؟ دي الله ودي حكمته. خلاص انا بقول لك اهو. امال ايه؟ صافي نار على كل حال. صافي ناز ولا اسمها صافي نار؟ قالت لي صافي نار عروس البحر بالارميني، وقالت لي ان انا بحب مصر ونفسي اتجوز واحد مصري. عشان انت خسيت؟ لا لا انا لازم اضيعك في اخر الكلام. مفيش فايده يا استاذ مرتضى، لازم يعمل لي خدمه العمر. بالظبط كده. انا بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق جدا، ورب ربنا يوفق بلدنا ويوفق مصر ان شاء الله. ربنا معاك ومع نادي الزمالك. نتمنى جمهورنا يرجع تاني ان شاء الله، الجمهور العظيم اللي كان بيشجع باحترام. وانا في النهايه بقول لك تاني، يمكن انت كنت سالتني قبل البرنامج عن الاهلي وعلاقتنا بالاهلي. يمكن انا كلمت محمد عبد الوهاب الحمد لله. قلت له قول للاستاذ محمود طاهر لو هو عايز ينزل الانتخابات رئيس نادي الاهلي انا موافق، اول واحد اصوت ليه. تمام. هو قابل احمد مرتضى كان مندوبنا في اللجنه اول امبارح عشان كنت مسافر في لقاء الرئيس. وبس وبعض وحضنوا بعض والموضوع خلاص جديده بينا وبين النادي الاهلي. تمام. وان شاء الله عندنا اجتماع هو عاملين يوم الاثنين، انا بس بطلب تاجيله يوم الثلاثاء عشان عندنا ماتش الحد في اسكندريه. عشان الحق احضر. وان شاء الله ان شاء الله هوجه الدعوه لمحمود طاهر مجلس اداره يحضر. جينا مجلس اداره يشرفنا. تمام. لان بالاهلي والزمالك والاسماعيلي واسكندريه وكل انديه الصعيد وكل الانديه المحترمه دي الكره المصريه، الكره المصريه ان شاء الله، إن شاء الله تقوم باذن الله. وبتمنى النادي المصري والنادي الاهلي يخلصوا مشكلتهم باذن الله، وكون بياخد مجراه في الجزء بتاع الجرائم. وربنا يوفق مصر ويوفق رئيس الجمهوريه ويوفق ابراهيم محلب في الشغل 24 ساعه. ربنا معاه باذن الله، ربنا معاه، ربنا مع بلدنا، وربنا حامي بلدنا وحافظها يا معتز. شكرا للاستاذ مرتضى منصور على هذا اللقاء. كل سنه وحضرتك طيب وتمنياتي ليك بالتوفيق. وشكرا لمتابعتكم مصر الجديده. مفيش بقى كلام على حوار مرتضى منصور، بلا تقول لي بقى حوار صافي نار ولا مش عارف ايه. الى اللقاء.